بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم الأبدي وعلى أعداء آل محمد أجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم أحبانا وأعزانا متابعي ومشاهدي فضائية الإمام الحسين عليه السلام، وفي حلقتنا الثالثة من برنامج عيد وفرحة، ولازلنا في أجواء العيد وأجواء كربلاء وبين الحرمين وهالأجواء الرائعة. عيد وفرحة نتمنى دائما وأبدا عليكم يعود إن شاء الله بالخير واليمن والسلامة والصحة والاستقرار، وإن شاء الله تدفع كل غمة عن أمة سيد الشهداء سلام الله عليه. ولازلنا أيضا نتشرف، وأنا شخصيا أتشرف أن أجلس وأحاور العلماء والأساتذة الأفاضل الذين لهم باع طويل في خدمة مولانا سيد الشهداء في الإلقاء والمحاضرة والخطابة، وهذا اليوم لي شرف كبير جدا أن أجلس أمام قامة مهمة ورمز وركيزة من ركائز المنبر الحسيني في عالم المنبر مترامي الأطراف. حقيقة أنا أذكر كلمة لأحد العلماء قال: نحن دولة عظمى بالحسين عليه السلام، عندنا منبر للحسين عليه السلام عند مشرق الشمس، وعندنا منبر عند مغرب الشمس. دخيل اسمك أبو علي محتل الكرة الأرضية مع علم من أعلام كربلاء ومن وجوهها الرائعة والراكزة والكبيرة، مع خادم سيد الشهداء العالم المفضال سماحة الحجة السيد أحمد النواب. حياكم الله سيدنا وأسعد الله أيامكم. وعليكم السلام ورحمة الله، وكذلك أسعد الله أيامكم، موفقين إن شاء الله. نتشرف وكذلك لي الشرف أن أكون في خدمتكم. الله يطيل في عمرك جناب السيد العزيز. حتى نبدأ من هذا المنطلق سيدنا، نعم. أنت لك باع طويل في خدمة الحسين عليه السلام، في خدمة منبره والإلقاء والمحاضرة والخطابة، نعم. وكنت سببا في استدرار الدمعة من عيون شيعة أهل البيت عليهم السلام في العراق وخارج العراق، في كل مكان الحمد لله. ونحن في عيد الفطر المبارك بعد انتهاء شهر رمضان، نحب أن نوصل رسائل خلال هذا الوقت الذي نتشرف أن نكون في خدمتك يا سيدنا. جنابكم تعرفون أنه قيمة الصوم من قيمة المجاهدة وقيمة محاربة الشهوات واللذات. أقول سيدنا أنه سنوات طويلة أنتم جلتم الدنيا في يعني في كل الأرض تقريبا، الحمد لله بركة سيد الشهداء. قيمة الصوم في تلك البلدان في عالم الغرب وتلك العوالم، نعم، أكيد يكون انعكاسها على الشخص أكثر وقعا. نعم، بداية بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيبي إله العالمين أبي القاسم محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. المؤمن حينما يتمسك بوصية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إني مخلف فيكم الثقلين، كتاب الله وعترتي أهل بيتي. نعم. ومن الرموز العترة، من رموز العترة هو الإمام الحسين سلام الله عليه، صلوات الله وسلامه عليه، الذي نحن بجواره سلام الله ولي النعم. سأل الله، الحمد لله رب العالمين، أسأل الله أن لا يفرق بيننا وبينهم طرفة عين في الدنيا وفي الآخرة. الإمام الحسين سلام الله عليه هو الآن البوصلة، نعم، بالنسبة للمؤمن. فالمؤمن في شتى بقاع العالم، في شرق الأرض وفي غربها، حينما يحضر مجالس الإمام الحسين، يعني هو هذا المفروض أن يكون متقيد بوصية النبي صلى الله عليه وآله وسلم: القرآن والعترة. زين. هذين المبدئين حينما يتمسك بهما المؤمن، من جملة الأمور التي أمر الله بها هي فريضة الصوم. زين. والصوم
انت شلون تعرف الانسان المؤمن؟ يعني اثار المؤمن انه يكون ملتحي، ان يكون مثلا مرتب حاله وشيء ونظيف لا، وانما اثار المؤمن تتبين من خلال بعض السمات. يعني المؤمن الان احنا في العالم مميزين شيعة اهل البيت سلام الله عليهم، وامتيازهم شيعة اهل البيت عن الاخرين تمسكهم بتعاليم اهل البيت وبتعاليم القران. نعم. تعاليم القران الفرائض اللي الله سبحانه وتعالى فرضها عليهم، وتعاليم اهل البيت سلام الله عليهم على محاور، من جمله تلك المحاور اقامه الواجبات وترك المحرمات طبعا، الاخلاق، خدمه الناس، والامور الاخرى اللي يجب على الشاب المؤمن خصوصا الشباب ان يتمسكوا بها. فسؤالكم كان على انه شلون انطباع المؤمنين في الغرب بالنسبه للصوم. اي نعم، هذا اللي وهي المجاهده الكبيره. نعم. اللي لاقونها يعني على كميه الانفتاح هناك اللي موجود. احسنتم. طبعا المجاهده هي هنا تبين في الامتحان، عند الامتحان يكرم المرء او يهان. فلذلك هو هذا الانفتاح اللي موجود في الغرب يصير من الدواعي على ان يتمسك اكثر الانسان المؤمن، لانه انت حينما تخاف الله عز وجل خلص، انت حينما تكون عقيدتك على ان الله سبحانه وتعالى يراك سواء كنت بين اقرانك وفي بيتك بين اهلك، او كنت لا في منع عن انظار الناس، لكن انت لست بمنع عن نظر الله عز وجل. اكيدا. فهذه المجاهده تتجلى اكثر طبعا بالغرب، لان المغريات موجوده والانفتاح موجود. فالانسان المؤمن وخاصه الذين يسيرون على خطى اهل البيت سلام الله عليهم ويحضرون مجالس الامام الحسين سلام الله عليه يكونوا مقيدين بتعاليم اهل البيت، تعاليم القران سلام الله عليه، الامام الحسين سلام الله عليه خصوصا يقول بالنسبه للمجاهده، اذا استقام اللسان استقام القلب. شوف الربط، اذا استقام اللسان استقام القلب، واذا استقام القلب استقام الايمان. هذني حلقات مترابطة. فلذلك يكون المؤمن مستقيم في إيمانه، هذه الاستقامة في الإيمان تتجلى الاستقامة في القلب طبعا، ومن القلب تنطلق إلى اللسان. مولانا نعم، نعرف في خدمتك عفوا أنه جنابكم ارتقيتم المنابر العالمية. نعم. الحمد لله. نعم. كرؤية لحضرتكم. نعم. أنه لغة الخطاب التي يجب أن تطرح على المنبر. نعم. في تلك العوالم. نعم. وكمية الانفتاح وتلاقح. نعم. الثقافات وطريقة. نعم. وثقل الثقافات اللي تطرح في تلك المناطق. نعم. بالنسبة لتقويم عقيدة المرء الشيعي. نعم. تقويم سلوك الديني. نعم. تدري جنابكم أنه عندنا جانبين، جانب رجاء وجانب تخويف، هكذا وردنا عن أهل البيت طبعا. سلام الله عليهم. شلون راح تكون عندك موازنة جنابكم لما تطرح هذه اللغة في قضية مجاهدة النفس وتقويم الذات الإيمانية بالنسبة للفرد الشيعي هناك؟ يعني سؤالك كان بالنسبة للمرأة؟ لا، جنابكم بالنسبة لخطابكم على المنبر. نعم. شلون تكون موازنة على هذا الموضوع؟ بالنسبة إلى المنبري أو الخطيب الذي يرتقي في المناطق خارج الدول الإسلامية بالغرب قصدي، لازم يقدر الموقف، يعني لكل مقام يعني هناك المسؤولية مقام. أكبر لا شك طبعا، لأنه أنت هناك عندك تيارات جارفة. هو هذا إيه، تيار جارف، أنت تريد تحصن نفسك، تحصن أهلك، تحصن أولادك، فيجب أن تضاعف المسؤولية. و الحمد لله المؤمنون منتبهون لهذا الأمر. فهنا يتجلى دور الخطابة ودور الخطيب والمنبري في كيفية إدخال المؤمنين إلى الإسلام وتقربهم إلى الدين، لأنه الحديث
يقول رغبوا ولا تنفروا. جميل جدا. رغبوا ولا تنفروا جدا. انت لازم تكون يكون الطرح مالك فالطرح بشكل اللي تجذب قلوب الناس. جميل جدا. هي فهذا العملية عملية جذب الناس من خلال طرحك وأسلوبك هذا هو جدا مؤثر. ليش؟ لأنه أنت ما دا تطرح موضوع في محيط إسلامي. صحيح. المحيط مالك كله يعني الصحافة والإعلام الفضائيات والناس وأصدقائك والمقدسات الموجودة بلادنا الحمد لله، هذني لربما تخفف المسؤولية. طبعا. بس هناك لا، أنت الصحافة ضدك. زين. ليش؟ لأنه بها انحراف كبير. يعني سيدنا ما نعم. تطرحونه مرات نعم. يسوي أزمة توصل للصحافة. لا هذا قصدي أنه أنت يعني بالنسبة للمحذورات يعني. لا المحذورات هناك حرية. أي. ما يشكل أزمة، بس أنا بدي أوصف لك المحيط اللي يعيش الفرد المؤمن بالغرب. يقول تجري الرياح بما لا تشتهي السفن. أي. يعني أنت عايش يكون الصحافة بعيدة عن المنطقة الإسلاميات أبداً. زين الصحافة وكذلك الفضائيات اللي موجودة هناك. الآن الحمد لله المؤمن يترقب ويرصد الفضائيات الإسلامية اللي منتشرة هناك. فأرد أقول اللي المحيط يعني معاملاته حينما ينزل إلى الشارع، الشارع ملوث. أي نعم. شارع ملوث هنا شوية أخف، هناك مظاهر الفساد متجلية هناك واضحة، فلذلك يكون حتى كمية الحذر تكون عنده أكبر. بالفعل أحسنتم. فلذلك يكون عليه مسؤولية أكثر في سبيل أن ينتبه للمزالق. سيدنا بالنسبة مثل نعم. ما تفضلتوا للتيارات الفكرية الجارفة، وهذا تعبير دقيق جدا يعني نعم. اللي تفضلتوا نعم. لازم تمرون عليها كقراءة أو اطلاع. يعني أنا من خلال المنبر بشكل عام باعتبار أنه أنت الآن رمز ديني هناك سيدنا. نعم نعم. لازم أنا أنبه المجتمع على أنه أنت أصحى يا النايم، أنت محيطك ملغوم. الله أكبر. لازم أنت تنتبه وتنتبه أولا مسؤولية شخصية على نفسك وبالدرجة الأولى، وثم بالنسبة إلى زوجتك إلى عيالك إلى أطفالك. فلذلك أنا من هذا المنبر الكريم قناة الإمام الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام، هاي القناة اللي توصل صوت الحسين سلام الله عليه. من هذا المنبر أنا أوجه دعوة إلى كل المغتربين يعني هناك أن يتمسكوا بشيئين في هذا العصر حقيقة. الشيء الأول يتمسكوا بمنبر الحسين، يعني لازم يسجلون حضور على فرض أنك أنت دكتور وعلى فرض أنك مهندس وأنت خريج جامعة، ولكن هذا ما يغني أنه أنت ما تحضر مجلس الحسين سلام الله عليه. أو أنت مثلا عندك التزامات دائرة وعندك التزامات عمل، لكن أنت لابد وأن تسجل حضورك في مجلس الإمام الحسين سلام الله عليه، لأنه هذا الحضور بجنبتين. جميل. الجنبة الأولى خوش رسالة راح نوصل إن شاء الله. أيه. الجنبة الأولى هو أنت اليوم الحضور يعطي زخم الناس، التيارات، المذاهب، زين الجاليات تبرز أمام العالم من خلال كثافة الحضور. طبعا. مثل الانتخابات كل نعم. ما أنت كثرة المشاركين يعطي صوت أكثر للناخب طبعا. للمنتخب. نعم. فكذلك بالنسبة لمذهب أهل البيت سلام الله عليه، حضورك هذا يسجل فرد منعطف، هذا من هذا الجانب. نعم. الجنبة الأولى. والجنبة الثانية الاستفادة، يعني أنت على فرض عندك معلومات وافية لم تستغني عن حضور مجلس الإمام الحسين، بس بنفس الوقت أنت ما تستغني عن ثوابه، لأنه أنت عندك مو بس دنيا عندك آخرة أيضا، فهو هذا حضورك حضور للثواب مثلا. بالإضافة أنه قطعا جدا. بالإضافة إلى أنه قطعا أنت راح تستفيد،
إذا ما تستفيد من ناحية المعلومات اللي يطرحها الخطيب راح تستفيد من العلاقات الاجتماعية، وخاصة اللي هاي يفتقرها المغترب هناك بالغرب، العلاقات الاجتماعية. هنا الحمد لله الأجواء علاقات اجتماعية على قدم وساق. يعني اللي يميز احنا دولنا الشرق أوسطية عن الدول الغربية علاقات الاجتماعية قوية، أواصر الروابط قوية، أواصر المحبة والتعاون، تراحم الموجود. أحسنتم. أما هناك لربما الفرد ما يشوف صديقه شهر شهرين، يعني باعتبار المدن والمسافات بعيدة. فلذلك حضوره في مجلس الإمام الحسين يقوي هاي الرابطة، يقوي ويتعرف على ناس، يتعرف على أصدقاء جدد ويسأل أخبارهم ويستفيد. على كل الفائدة عميمة، الفائدة كبيرة. سيدنا احنا كنا في عالم انه شوي اردنا نبحث الموضوع اعلاميا وشوي تقنيا بالنسبة لقضية المنبر في الغرب. شوي نعود الى جنبة دينية. خلص شهر رمضان والان احنا في ايام العيد المبارك. الله يعيد عليك وعلى احبابك واهلك بالسلامة بالعافية. شو لازم تكون المحصلة بالنسبة للمؤمن؟ احسنتم، هذا سؤال جدا مهم، لانه لربما البعض والاكثرية يتصورون على انه الصوم شيء روتيني ديكور وفريضة يجب على ممارسة عبادية، ممارسة عبادية طقوس ويؤديها وينتهي، والحال هي ليست كذلك. إنما هي دورة لما بعدها. يعني أنا أدخل دورة معهد مثلا لمعهد صناعي، الغرض من هذا المعهد حتى مثلا يعينوني في هذا المعهد، الغرض من هذه الدورة أنه أتعلم صنعة. صحيح. أما هيك حضور أروحها وبعدين ما أتعلم شيء، هاي الدورة تكون أنا خسرتها، فاشلة. يعني يصير مردودها سلبي سيدنا؟ بالفعل. ليش؟ لأنه أنت هم راح تخسر ماديا وهم من ناحية الوقت عمرك يروح هيك خالي ببلاش. بينما شهر رمضان، لأنه الله سبحانه وتعالى من لطفه جعل العبادات دورات، الصلاة دورة، الصوم دورة، الصلاة دورة يومية، الصوم دورة شهرية، الحج دورة سنوية. هذين الدورات هي ليست أهداف، إنما هي وسائل. أنت تدخل هذه الدورة لما بعدها. فأنت حينما تدخل دورة شهر رمضان، لمن ينتهي الشهر لازم يحصل، إذا تريد تشعر وتريد تعرف اللي أنت أثر بك هذا الشهر صيامه أم لا، لازم تشعر بتغيير حصل. أما إذا كانت حسناته مساوية لسيئاته، هاي كارثة. هاي إذا يخرج الشهر وحسناته مساوية لسيئاته، لا، أنت لازم دخل الدورة المفروض على كل أن تكون تتطور مهاراتك مثل ما يقول المصطلح الحديث. مهاراتك بالفعل، أنت لست ما قبل شهر رمضان الكريم. فهذه الدورة الإنسان يحاسب نفسه بعد انتهاء الدورة. نعم، يحاسب نفسه في محاسبة بسيطة. كما أن التاجر رجل الأعمال الناجح لازم عنده فترة جرد. أحسنت. هذا الرجل الأعمال الناجح دائما عنده دفتر حسابات، إيش قد الصادر، إيش قد الوارد. فإحنا هم ماتين لازم نفتح الملف مالنا بعد شهر رمضان فد محاسبة للنفس. اللي هذني اللي راحن هسه الحمد لله الله سبحانه وتعالى وعدنا، والله لا يخلف الميعاد، وعدنا بأنه يغفر الله سبحانه وتعالى لعباده المؤمنين، وخاصة ليلة العيد باعتبار هي ليلة الجواز. فأنا إذا حصل الجائزة، إذا حصلتها الجائزة إن شاء الله، الحمد لله احنا كنا محصلين هذه إن شاء الله الجائزة. بس يجب هاي الجائزة احتفظ بها لا تروح. هي حصول الجائزة فرد عمل جبار. صحيح. والحفاظ عليها يعني مثل وثيقة السفر. إيه؟ خلاص حصلت الوثيقة حتى إيه؟ تسافر بس إيه؟ مو ضيع الوثيقة. هي إيه؟ حتى تواصل السفر مالك. نعم. كمل الطريق المشوار مالك. فالدورة محاسبة النفس والتوبة. أكو سيدنا التوبة. التوبة لابد لكل إنسان، خاصة مهم هذا الكلام. إيه؟ لأنه إحنا خطائين. صح. إلا المعصومين سلام عليهم أفضل الصلاة وأزكى السلام. فنحتاج إلى التوبة، والتوبة عبارة عن
ثلاث أمور. الأمر الأول الندم، الندم والشعور في القلب على أنه ندمان ويتحسر على أنه ليش ارتكب هذا العمل. وثانيا عدم العود إلى ما ارتكبه سابقا والإصرار على التغيير على نحو الأحسن. ثم المسألة الثالثة في قضية حصاد هذا الشهر، هذه مسائل جدا مهمة. قضية محاسبة النفس والتوبة وفي نفس الوقت الحصاد محصل، خلي يفكر أنه يخلي في باله أن العمر منتهي، الأيام تسرع بالإنسان. الإمام سلام الله عليه يقول ما أقصر الساعات بالأيام وأقصر الأيام بالشهور وأقصر الشهور بالسنين وأقصر السنون في العمر. العمر رايح كله راح، فلذلك لازم يستفيد من هذه الدورة ويبذل جهده ويعطي هذه الدورة تعطي زخم أكبر في سبيل زين. اللي ما استفاد سيد زين، اللي ما استفاد يعيد النظر. الإمام الحسن سلام الله عليه في يوم عيد مر على قوم يضحكون مسرفين في الضحك، يعني يبدو هو الضحك مو حرام أبدا، العيد والإنسان فرحان بس بلايم اللي حمسوا، ولكن ها كأنما الإمام رآهم في فرحهم هذا ضحكهم هذا ضحك مسرف اللي يخلو عن ذكر الله عز وجل. زين أنت في محراب الحياة، لأن الحياة كلها محراب الله عز وجل. نعم. أنت في بيت الله عز وجل، الدنيا كلها بيت الله، المؤمن يجب أن يشعر هكذا. زين فأنت يجب أن لا يخلو مجلسك من ذكر الله عز وجل. فمر عليهم الإمام سلام الله عليه فوجدهم في حال ضحك مسرف. قال لهم الإمام، قال لهم اعلموا أن الله قد جعل شهر رمضان مضمارا لخلقه. يعني شو المضمار؟ يعني ميدان سباق، ميدان سباق، فيتسابقون بطاعته إلى رضوانه، إلى رضا الله عز وجل. زين، فمن أطاعه فقد فاز ومن عصاه فقد خاب وخسر. زين هسه أنا شنو أسوي؟ قولتك اللي تفضلت اللي هذا ما استفاد من هذه الفرصة. الإمام سلام الله عليه يقول لو كشف لكم الغطاء لوجدتم المحسنين مشغولين بإحسانهم بحسناتهم، أصحاب الحسنات مشغولين بحسناتهم، يعني يعدهن ويكثر من عدهن، والمسيئين مشغولين بسيئاتهم. يحاسب نفسه، فليحاسب نفسه هذا الإنسان اللي خسر هذه الفرصة، لأنه لا تفوت الفرص القادمة. والله سبحانه وتعالى كما عرض في خدمتكم، الله غفور رحيم وباب التوبة مفتوح وباب رحمة للعالمين، باب الحسين سلام الله عليه. سلام الله عليه. هاي باب واسع كبير، باب الحسين بأبيه وأمه. يعني اللي ما لحق موجود عنده وقت. أحسنت، فليدخل إلى رحمة الله من أوسع أبوابها. الله. وهو الحسين بأبيه وأمه. سلام الله عليه. الدكتور الحسين لكل الأمراض، الأمراض النفسية، الأمراض البدنية، شنو عندك مشكلة، حاجات دنيوية، اقصد حسينا. حقيقة تجد وتلمس عنده الشفاء الكامل بسهولة وبأقصر الطرق سيدنا أنا رسلك آخر سؤال عندنا يمكن أستاذ أحمد. أنا ما عندي، ما مكمل. أيوة شنو آخر سؤال؟ لا قصدي أنه لا تعطينا وقت شوية، نعطيك مجال. تفضل بخدمتك. لا أردت أسألك سؤال سيدنا بالنسبة لوجدانك. نعم. وأنت رجل عشت عمر طويل جدا. نعم. من الجهاد وفي خدمة الإسلام. نعم. وخدمة منبر الحسين عليه السلام. نعم. سلام الله. كم سنة صار سيدنا رمضان بكربلة؟ يعني أنا من بعد السقوط ربما فد 4-5 سنوات متفرقة، طبعا مو متتالية. اللذة عند الحسين عليه السلام لا توصف، ما تقدر يعني مشاعر. أنا أجيب لك مثال ليش أنا أشعر بهذا الشعور باختصار. سلمان كان من المعمرين. نعم.
مر يوما أكثر من 3 قرون تقريبا أكثر. يعني صاحب البحار المجلسي رضوان الله تعالى عليه يقول 450 سنة. نعم. يوم اللي مات. فمر يوما في المدينة على بستان ليهودي، خرج اليهودي من البستان ومسك يد سلمان، سلام عليكم السلام. خرج اليهودي من البستان مسك يد سلمان، سلام عليكم السلام. سلمان قال له خير؟ قال له والله أنا شفت وجهك النوراني وشيبتك هاي وتوسمت بك الخير، قلت بلكن على إيدك الله يقضي حاجتي، لأنه أنت يبين عليك رجل صالح. احنا كنا ايام اللي كنا بالشام كنا نجمع هذول الشيبة اليهود ونتضرع الى الله في حوائجنا بالنبي موسى. هسه انا ويني وين الشام؟ انا بعيد. فتوسمت بك الخير، اندعي لي الله يقضي حاجتي، وحاجتي ملحة. سلمان قال له شنو حاجتك؟ قال له حاجتي الله سبحانه وتعالى رزقني بنية، والان صار لها عمر 9 سنوات تقريبا، من يوم اللي الله رزقني اياها عمية، لا اله الا ما تشوف، هي تسمع تحكي شوف ما تشوف. سلمان قال له روح جيبها. قال له وش اجيبها؟ الان انت شيل يدك بالدعاء والله يشافيها. سلمان قال له موارد اوديها للدكتور. قال له لا، هاي سالفة الدكتور تعبانة. قال له ليش؟ قال له لانه ما خليت انا دكتور يمنى يسرى شرق غرب ما وصلت الى نتيجة. سلمان قال له الدكتور اللي انا اريد اوديها يمه دكتور دكتور لا يرد سائله ولا يخيب عامله. قال له هيك؟ قال له ايه. راح ركض للبستان واجى يقود بنيته، بنيه على كل الله هي بنفسها جميله القصه، بس هي شنو تسمع زي. الحوار بين ابوها وبين سلمان، وبين سلمان ابوها يقول لسلمان، يقول له شوف سلمان، يقول له انا عندي مالية كبيرة، أنا رجل ثري، أنت إذا هاي شافيتها شو تريد أنا أعطيك؟ سلمان ابتسم قال الحمد لله إن الله أغناني بالإسلام زين، ولكن أنا أريد منك شغلة واحدة. سلمان يقول لي اليهودي، قال له شنو هي؟ قال له إذا صارت زين أصير مسلم. قال له أصير مسلم؟ ليش ما أصير مسلم؟ يا فرحة الفرحة، هم يجي يوم أنا أشوفها عينها مفتحة، لأنه أنا لما أشوفها ينكسر قلبي، خطية هاي باكر إذا وصلت للبخت يا أهل ياخذها عمي هاي. جاب سلمان إلى دار علي أمير المؤمنين، هذا أبو الحسن سلام الله عليه. الله أكبر. سلمان سلمان هم يعرف وين. الله أكبر. فطرق الباب، خرج الإمام علي، سلام عليكم السلام. ها خير سلمان؟ قال له والله يا أبا الحسن القصة كيت وكيت، هذا اليهودي وهاي بنيته، وهل تشوفها ضريرة ما تشوف، وأنا وعدتهم أوديهم للدكتور وجبتهم يمك يا أبا الحسن. لا تعين الساعة. الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه قال له سلمان أنت زين سويت اللي جبتهم، فإن الدالة على الخير كفى عليه. كفى عليه. المؤمن نور، المؤمن من خلال أخلاقه، من خلال تواصله وتراحمه، رحمة كإمامه كإمامه وسيده الإمام أمير المؤمنين وأهل البيت يعني. بأجمعهم رحمة سلام الله يعني. قال له التنزيل سويت اللي جبتهم دليتهم، فإن الدالة على الخير كفى عليه، بس يا سلمان لازم تجيب الدكتور. قال له هاي شنو؟ مو أنا جبتهم يمك على سناد أنت الدكتور. الإمام سلام الله عليه هو الدكتور لا شك ولا ريب، هذا حامد دخيل أبو حسين سلام سلام الله عليه، بس الإمام في موقف يريد يبين صحيح. ورسالة تبيان مقامت إلى الأجيال تبيان القادمة مقام. سألتني عن الحسين، الإمام يريد يبين مقام الحسين كرامة الحسين. قال ائتني بولدي الحسين يا دخيل سلمان. اسمك أبو علي دخيل اسمك. قال ائتني بولدي الحسين. فمضى سلمان وجاء بالحسين سلام الله عليه، وكان طفلا صغيرا وهو كبير بأبيه وأمه في فضائله في مناقبه. الإمام الحسين سلام الله عليه لما حضر وكان علي قد أحضر إناء فيه ماء، فالتفت علي سلام الله عليه إلى ولده الحسين، قال بني
بني حسين ضع كفك في الماء. قد كان عمر الحسين تقريبا؟ يعني أيام المدينة يعني ما يتجاوز 5-6-7 سنوات بعد النبي طبعا. لا أيام النبي. أيام النبي. أيام النبي. أي. بني حسين ضع كفك في الماء ورشه على وجه هذه الطفلة التي لا تبصر. الله. فما أن وضع الحسين هسه تتصور الله إيد الإمام وماء قراح هذا الماء العادي، ولكن يد القداسة الله أكبر يد الرحمة الله اللي أنا أقول لك ليس اعتباطا من أوسع أبواب رحمة الله الإمام الحسين سلام. وأنا أطلب في هذه الليلة كل من له حاجة قريبا كان عند الحسين أو بعيدا أن يعيد النظر ويتوجه إلى الحسين وينكال أبو علي دخيلك يا ينكال الحسين ويقسم عليه بأمه الزهراء سلام الله عليه لأنهم يحبون أمهم فاطمة الله. الإمام الباقر كان يتوسل إذا مرض بأبي هو وأمي كان يصرخ في داره بحيث المار على البيت كان يسمع صراخ الإمام يا فاطمة يا زهراء زين ويقسم على الحسين شاهد كلامنا. فما إن وضع الحسين سلام الله عليه كفه في الماء ورشه على وجهها حتى ارتدت بصيرة. اللهم صل على محمد وآل محمد. الآن فتحت عينها، هاي أول مرة بالحياة تشوف الدنيا ما تعرف أبيض وأسود أول مرة، ولكن ما إن فتحت عينيها أشارت إلى الحسين الله. قالت أنت الحسين الله. قال لها أنا الحسين. قالت أنا ما يخصني بأبويا فأنا أشهد أن لا إله إلا الله على محمد وأشهد أن محمد رسول الله. أبوها طلب من الإمام علي قال له إحنا كنا يهود الآن صرنا مسلمين نريد نتعلم التعاليم الإسلامية، خلها هاي ببيتك يا أبا الحسن تتعلم الأحكام أمور الدين. الإمام سلام الله عليه قال له ماكو مانع، فبقيت في دار علي تتعلم وتخدم زينبا وتخدم الحسن والحسين، وبقيت مدة إلى أن عزم أبوها على الرجوع إلى الشام، فجاء مودعا إلى علي سلام الله عليه فقال الإمام له يجب عليك أن تصطحب ابنتك معك إلى الشام. قال له خليها هنا يا أبا الحسن مستأنسة هي ويا زينب ويا الحسن ويا الحسين. قال له لا لابد وأن تأخذها. قال أبوها خلي نسألها. أنا خلص. نعم وياك سيد. قال أبوها خلينا نسألها شوف هي شنو تنتخب. قال لها بنية أنا ماضن إلى عشيرتي راجع إلى الشام، تأتين معي أم تبقين هنا عند زينب والحسن والحسين؟ فلوت رقبتها مكسورة الخاطر مهيضة الجناح. قالت أبا لو يرضى الإمام سلام الله عليه أنا مستأنسة الآن عرفت الدنيا الله. الآن شفت معنى الحياة من خلال وجودي مع الحوراء زينب سلام الله عليه سلام الله عليه وهاي الأقمار المنيرة الحسن والحسين نسر الله. قال لها الإمام سلام الله عليه لا لابد لك بالحوق بأبيك. فذهبت مع أبيها وفي قلبها لوعة في صدرها حسرة، هم يجي يوم أن تلتقي بالحوراء زينب سلام الله سلام الله عليها. ساقها القدر والتقت بالحوراء زينب في خربة لا الشارع. إله إلا الله. والباقي نخلي إلى يوم آخر يوم فرحة. الله يطيب في عمرك جناب السيد. طبعا استفدت كثيرا أنا على المستوى الشخصي. الله يسلمك. الله يطيب في عمرك. شكرا جزيلا وطيب الله أنفاسك سيدنا. احنا بداية يعني بعدنا ما مخلصين لكن ما أسعف. أي والله أخذ 40 دقيقة سيد تدري. شكرا جزيلا طيب الله أنفاسك. وأشكركم يعني. نتشرف فيك سيدنا. حقيقة لا يفوتني شكركم أن أشكركم حقيقة ومحل الشكر. الله يحفظك. هذا مكانك سيدنا. فضائية خدمية. خدمية من ناحية على مكانك الخدمات العينية خدمية اللي هي هذه الخدمة أكبر وهي من ناحية الخدمات المعنوية. الله يوفق. جزاكم الله خير سيدنا. باسم كادر برنامج عيد وفرحة نشكر من خادم الحسين العالم الجليل سماحة السيد الله. أحمد النواب الله يطيل في عمرك سيدنا. الله يحفظ الأولاد والأحبة والأخوة. الله شكرا جزيلا. طبعا نتأخرنا على أستاذ عمار سامحنا ولكن كان ذكر أبو علي سيد الشهداء وهو هذا هو هذا الجمال. أستاذ عمار غفار حبيبي كل عام وأنت بخير وإن شاء الله من العائدين والثابتين. وأدعو الأخوة الأعزاء والأخوات المشاهدين والمشاهدات بالتوجه إلى أجواء كربلاء بين الحرمين مع الأخ والحبيب الأستاذ عمار غفار حياك الله.
حبيبي أستاذ عبد الرحمن، كل عام وأنت بألف خير، وكل عام وضيفك الكريم السيد أحمد هو وعائلته بألف خير، وكل عام وكادر مجموعة قنوات الإمام الحسين الفضائية بألف ألف خير. إن شاء الله أعاده علينا بالخير واليمن والبركات، وإن شاء الله نكون مسجلين من خدام أبي عبد الله الحسين سلام الله عليه. كل عام وأنتم بألف خير مشاهدينا الكرام، وأهلا وسهلا بكم في هذه التغطية المباشرة والحية بالقرب من سيدي ومولاي أبي عبد الله الحسين، وبالتحديد في صحن العقيلة زينب عليه السلام. أكيد مثل ما عودناكم ننقل تهاني وتبريكات زائري أبي عبد الله الحسين الذين تواجدوا منذ عدة أيام، لربما حتى من أيام رمضان، شهر رمضان المبارك، الذين قدموا من مختلف الدول العربية الإسلامية، والذين توافدوا من المحافظات العراقية، الذين أصروا على إحياء ليالي عيد الفطر المبارك بجوار سيدي ومولاي أبي عبد الله الحسين سلام الله عليه. وكما عودناكم أكيد راح تكون هناك تهاني وتبريكات من زائري أبي عبد الله. أبدأ من اليمين، السلام عليكم حاج، كل عام وأنتم بألف ألف خير إن شاء الله، أعاده علينا باليمن والبركة إن شاء الله. إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. نهني العالم الإسلامي بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، ولا سيما الشعب العراقي ومدينة كربلاء ومدينة الزائرين، مدينة الإمام الحسين عليه السلام، ونهني كادر قناة الإمام الحسين عليه السلام. ومن نعم الله على الشعب العراقي، من نعم الله على الشعب العراقي على هالعيد هذا، وعلى هالرحمة، وعلى هالعفو، وعلى هالعيد هذا. شلون اليوم شفت لنا اجواء العيد في كربلاء المقدسه؟ اكيد يمكن ربما كربلاء تختلف عن باقي المحافظات. بدايه اسالك، انه انت من يا محافظه؟ محافظه بغداد. يا اهلا وسهلا، نشرف بيك. الله يحفظك. وين بالتحديد في محافظه كربلاء؟ العفو، محافظه بغداد، مدينه الامامين الكاظمين، مدينه رصافه يعني تقريبا العبيدي. يا اهلا وسهلا. شلون شفت لنا اليوم الاجواء في كربلاء المقدسه؟ والله الاجواء تبشر بخير الحقيقه، اجواء ايمانيه وأجواء مفرحة، وأجواء الإمام الحسين هنا مدينة الزائرين، ومشكور هم الكوادر اللي الموجودين لتنظيم سير الزائرين. هناك مختلف الخدمات. اليوم سولف لي على منطقة يعني محافظة بغداد، أكيد أنتوا تواجدكم كان أول يوم في محافظة بغداد، أول يوم عيد الفطر المبارك، شلون كانت أجواء العيد هنا؟ والله من بعد صلاة العيد الناس توجهت لزيارة أقاربها، لزيارة أحبتها، أعياد جيرانها، تعرف أنت الشعب العراقي. صلة الرحم نقول بعدها موجودة. صلة الرحم موجودة، وإن شاء الله الإيمان موجود، والإسلام موجود، والخيرين موجودين، وهذا عيد من بداية الحقيقة، هذا عيد من مو نهاية رمضان، من بداية شهر رمضان أو شهر شعبان أو شهر رجب، هي هاي أشهر الثلاثة الحقيقة من نعم الله على الشعب العراقي. يعني قريبة من الله سبحانه وتعالى. قريبين من الله سبحانه وتعالى بإحياء مثلا ليلة القدر، إحياء ليلة آخر شهر رمضان، آخر ليلة الجمعة. يعني هاي الليالي المفرحة للشعب العراقي وللإسلام بصورة عامة ولشيعة علي، شيعة أمير المؤمنين. حجينا خلي أعرف اليوم، أكيد كل شخص اليوم زار لأبي عبد الله الحسين إلى دعوات مختلفة، قد تكون خاصة على صعيد العائلة أو دعوات تكون عامة للأمة الإسلامية. اليوم شنو كانت دعواتكم تحت قبة سيد الشهداء؟ والله أنا هسا بالنسبة لي قريت الزيارة اللهم اشهد علي، قريت الزيارة إلى أحبتي وإلى جيراني وأصدقائي والشعب العراقي والإسلام بصورة عامة. الحقيقة إنسان من يريد يدعي إذا يقول حب لأخيك كما حتى لأخيك مثل ما تحب لنفسك، ما تحب لنفسك. نعم. ولكن إحنا الحقيقة الريت هاي ندعو الشعب العراقي والقائمين على تنظيم هاي الرحمة والحفاظ عليها، وبالتالي أكيد لابد أن تكون هناك دعوة للشباب أن يكون هم يعني هم
هم يعني السباقين بزيارة أبي عبد الله الحسين، دعوة بإقامة هذه الأفراح بالقرب من سيدي ومولاي أبي عبد الله الحسين للشباب تحديدا؟ والله ندعو الشباب اللي أولادنا وأولاد إخواننا وأخوتنا اللي أصغر منا سنا، اللي هو الإمام الحسين يعني أطلق بداية الحرب هي لتنظيم واحترام الشباب، لأنهم بداية الإسلام وبداية السن وبداية النضوج البشري والعمراني. الإمام الحسين هو أطلق هاي الرحمة للشباب الحقيقة، وبدليل بمعركة الإمام الحسين أكثرهم شباب اللي هم واجهوا النار والحديد لثبوت الإسلام ولثبوت هذه الرحمة وهاي هذا الخير، هذا الفرح المفرح الحقيقة للشباب والشابات. وندعو الشابين الشباب والشابات أن يتمسكوا بالخط الزينبي كشابات وبالخط الحسيني وبالخط علي الأكبر، شبابنا وأولادنا يتمسكون بهالرحمة هاي. وندعو من أخواننا القائمين من الحوزات ومن التنظيم ومن الإعلاميين مثل جناب. شكرا، وأني أشكرك جدا ولو أطلت عليك. لا بالعكس، كلامك أنا تركت لك الجو عبر شاشة قناة الإمام الحسين، كان كلامك في منتهى الروعة وغاية الأهمية. شكرا جزيلا لك، نتمنى لك الرجوع بالسلامة، وكل عام وأنت بألف خير. للجميع والكوادر الطيبين والعلماء، ونهني علمانا وساتذتنا ومراجعنا العظام وكل الخيرين. شكرا جزيلا حاج، شكرا جزيلا، شكرا جزيلا. نعم مشاهدينا الكرام، تغطيتنا مباشرة لا زالت مستمرة مع ألف سلامة حاج، أتمنى لكم الرجوع بالسلامة. تفضل حاج، السلام عليكم. وعليكم السلام، عيد فطر مبارك إن شاء الله. الله يسعد أيامك، وأسعد الله أيامك بالخير والبركة. الله يجعل أيامكم كلها هنا وفرح وسعادة عند تحت قبة الإمام الحسين عليه السلام. خلينا أنا هذي تفضل حاج، من أي مكان أنت؟ قدم التهنئة حق إمامنا إمام العصر والزمان، وإلى مراجعنا الكرام جميعا، وإلى الشعب العراقي المضياف الجميل الرائع الخلوق، وإلى أحبائنا في السعودية أهلنا وأحبائنا وقاربنا كلهم، نهنيهم بالعيد السعيد. يعني ما راح أسألك التمنية، لأن من خلال كلامك كان الجواب واضح، أنت من السعودية. يا أهلا وسهلا بك. بعد هاي الدعوة الجميلة حابين نتعرف أكثر عن طبيعة تواجدك في محافظة كربلاء، وأنت بالقرب من سيدي ومولاي أبي عبد الله الحسين. أقصر لك إيش قد مقيم هنا في كربلاء المقدس؟ والله في كربلاء تقريبا ما يقارب 12 يوم، لكنها قليلة وجميلة ورائعة، ويعني تدمي من الفرح حقيقة. نحسبها حسابات الوقت ينسرق فيها بشكل سريع. وين بالتحديد بالسعودية؟ بالمنطقة الشرقية الأحساء. بالأحساء. شلون شفتونا اليوم يعني أجواء عيد الفطر المبارك في كربلاء المقدسة إذا ما قارناها بالسعودية بمنطقتكم؟ طبعا لكل منطقة أجواءها وطريقتها وحلاوتها، لكن كربلاء لها نكهة خاصة جميلة حقيقة، بوجود الناس، انتشار الأطفال تحت قبة الإمام الحسين، الكل فرحان، الكل كسبان هنا في المنطقة حقيقة جميلة جدا، يعني الوصف فيها قليل. وجوه الناس واضحة من الأطفال إلى الكبار، التواجد، الحشود، إحنا الجايين من المناطق البعيدة، السعودية، الكويت، الخليج، الأجانب، حقيقة نحس بفرحة مو طبيعية، نتمنى أنها تعود. يعني فرحة تختلف عن يعني باقي الأيام. حاج اليوم أنتم قاطعين مسافات آلاف الكيلومترات من مدينة الأحساء، من قبر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، من مكة، وبالتالي تواجدتم اليوم بالقرب من سيدي ومولاي أبي عبد الله الحسين. أكيد لكم كانت دعوة لربما للأقارب، لربما دعوة لعامة الأمة الإسلامية، شنو اليوم كانت دعواتكم؟ والله احنا اصلا قبل ما نجي محملين يعني بالامانات من الدعاء، الناس كل من عرف او سمع بتواجدنا هنا حملنا كثير من الدعاء، الكل يطلب، الكل
يترجى من الإمام الحسين الاستجابة، وهذا طبعا كرم وكرمهم كبير جدا. فإن شاء الله نتمنى يعني اليوم هم طلبوا الأخ الأهل الأقارب طلبوا منكم دعوات قبل أن تكونوا يطلبون الهدايا، شلون نقول الهدايا المادية الملموسة، صح؟ صح أكيدا، يعني أكيدا هدية تكون دعوات عند سيدي ومولاي أبي عبد الله الحسين أثمن. ما أتصور واحد يعني ينتظر أكثر من يقولنا نسألكم الدعاء، لا تنسانا من الدعاء، جملة عبارة دائما ملزمة، يعني ملزمة وملزمة من قبلهم وملزمة لنا، فدائما نقدمهم قبل ما نوصل. طبعا ندخل وقلوبنا كلها يعني قابضة حقيقة، ندخل في الأماكن دموعنا تسبقنا. يعني طبعا هي يمكن مو أول زيارة لكم في كربلاء، لا من أيام الطفولة، يعني من أيام الطفولة كنا ناتي يعني خلينا أسأل، قبلها جيتك إلى كربلاء إلى العراق قبلها إيش وقت كانت؟ كانت قبل ظروف كورونا في الأربعينية، وطبعا هذه لها نكهتها الخاصة، طبعا ذي ظروف وأجواء وناس تبني عليها أحلام وأمال للقدوم فيها. أربعينية الإمام الحسين سلام، أربعينية الإمام الحسين عليه السلام. راح يكون لكم تواجد بعاشور شهر محرم الحرام القادم إن شاء الله. هذه منية كل واحد في العالم، مو بس عندنا في المنطقة، منية الجميع، هذه حقيقة منية الجميع، وإن شاء الله سبحانه وتعالى يبلغنا فيها يا رب. شكرا جزيلا حاج حبيبي. عيش سعيد عليك إن شاء الله، ونتمنى لك الرجوع إلى مدينة الأحساء بسلامة وأمان إن شاء الله. أيضا احنا نشكر جميع الخدم وجميع من تواجد وكرم العراقيين وجود العراقيين والقنوات اللي نتابعها كلها في بيوتنا، مع طبعا وعلى رسم قناة الإمام الحسين. شكرا جزيلا حاج، نتمنى لك الرجوع بالسلامة. نعم مشاهدينا الكرام، يعني تنوع زائري أبي عبد الله الحسين في هذا المكان من السعودية، من البحرين، من مختلف الدول العربية الإسلامية، وحتى من إيران، وهذه الدول التي دائما ما تكون موالية لسيدي ومولاي أبي عبد الله الحسين، وصروا على إحياء ليالي عيد الفطر المبارك. يعني أشاهد حتى بالقرب هناك أطفال لهذه العوائل هم يعني تواجدوا بالقرب من مدينة سيدي ومولاي أبي عبد الله الحسين. أنا أكيد تجاوزت على الوقت المسموح اللي بي، لكن هذا يعني شلون مثل ما يقول كانت تغطيتنا كلها فرح كلها بهجة وسرور. انتظرونا بتغطية أخرى بعد قليل إن شاء الله، وهذه عودة للزميل العزيز عبد الرحمن في استوديو برنامج عيد وفرحة. شكرا حبيبي أستاذ عمار، أحسنت وكنت يعني سببا في إيصال أجواء كربلاء وأجواء الزيارة والعيد وعند الحسين عليه السلام. وما أدري سمعنا أنه طبعا نسيت ويانا اليوم الحبيب الغالي اليوم في حلقتنا الختامية والنهائية، وإن شاء الله يفوز الفريق اللي أنا شجعه الليلة إن شاء الله. ما كرة دودي شجع ريال مدريد بالعشرة، بس يعني بالنتيجة الرياض الحقيقي شجع ريال مدريد حبيبي. ريال أحمد خضر طبعا يكره ريال مدريد، ما أدري ليش. الله بالخير ريال مدريد، الله بالخير والعافية. شلونك حبيبي؟ كل عام وأنت بخير. صدق تكره ريال مدريد؟ أني؟ لا صدق والله. لا أخوي لا. بس أكفرت قضية يعني السؤال، ما أدري ما أخاف ما يسمحوا لنا الجماعة. بس أدري إنه يعني نسبة كبيرة من مشجعين ريال مدريد رياضيين حقيقيين، يعني عبالي تقول قرعان، لا لا رياضيين حقيقيين يعني قدماء وعدهم طلاع وهذه. يعني شوف أنا أساسا الإدارة ما تحبني ومتحب سوالفي. عفنا عفنا عفنا. بس تودي التحليل يا خي خلينا والحمد لله. الله بالخير حبيبي. بخير العافية. اليوم غير الزي مالتك. والله قلت أنت رادود وجاي كجول، أنا خلي أجيب زي رادود. حتى تقصر علي يعني غير علي الحكي يعني حبيبي. والله طبعا شرفت بيك. الشرف. ثلاث ليالي. لا لا طم مجال. ثلاث ليالي كنا وياك وأنت إضافة حقيقة للبرنامج. انت انسان جميل وصلتك جميله. لا والله الضيف اللي بعدي هو اضافه واضافه مهمه. كلكم خير وبركه ترمون الله، الله يعطي العافيه ان شاء الله عندنا ويانا ورجعنا بالعامه. احبائنا واعزائنا المشاهدين، احمد خضر وبرنامج انت الرابح، وهذا الجزء المهم اللي يكون في هذه التغطيه ايام انت الرابح. ها فقره انت لا 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 جزء مهم فرحة. جدا الله يسلمك الله يحفظك. فخلونا الارقام حتى ان شاء الله نبدا في ها اليوم عندك اسئله يعني لا انضب كل حلقة أقول لك أنت تخيل المقلب اللي صاير عسى أنا أرد أسولف. طبعا الأخ والأستاذ والخال أبو زهراء تحياتنا إليه تحياتنا إليه كل حلقة أنا أشلع قلبه بتدقيق الأسئلة
تمام؟ خوش. فالبارحة خليت الورقة مع الأسئلة هنا، عفوا الورقة اختفت. خوش. يعني أعتقد وإن شاء الله سوء الظن ما يحسب علي، أكو مؤامرة بين علي جليل وسيد ليث. عجيب. طبعا هم من المصورين. الأسئلة ماكو طبعا، تحياتنا لهم، أنا بس أذكرهم أحمد العبودي خوش ولد ما يسويها. تمام. فمن هذا الجانب انه يعني رادوا يسوون بيها فد مقلب، انا ادري الاوراق موجوده. لا بس احنا متفقين من البارح، احنا يعني في سمارت فون، احنا اتفقنا من امس. اي البارحه قلنا انه اي واحد يتصل يدخل القرعه، يدخل القرعه. بس نساله ما يخالف سواء جاب او ما جاب. عمي خلونا نشوف شغلنا. الارقام ظاهرة على الشاشة احبائنا واعزائنا المشاهدين، اللي يحب يتصل ويتواصل احنا جاهزين وموجودين وعندنا متسع الوقت، وحتى ان شاء الله الملة همينة بين ما يكمل وجبة. من هو؟ رسول. رسول. رسول مجيد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عم احسن عم. يلا يا رسول. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك، كل عام وانت بخير. ها رسول. رسول قطع. الله حيو. تسمعنا؟ لا رسول. ايه سمعك. كل عام وانت بخير. طيب انا بخير. شاء الله يجعل عليك الصحة والسلامة. هلا هلا. شوف الشغل بابا. ايه استاذ احمد. ها رسول. ايش قد عمرك؟ ايش قد عمرك حبيبي؟ 14 سنة. ما شاء الله عمر النسر. رسول ما قلت شلوني بدي اجي. ما شاء الله عليك. لا تسمعني من التلفزيون حبيبي. انت بعد بخير. او بالتلفزيون. اسمعنا من التليفون رسول. او بالتلفزيون والله يقطعوا. رسول تسمعنا هسه؟ ايه سمعت. تمام. رسول اسالك لو عندك مشاركة. مشاركة. يلا تفضل تفضل. اللهم صل على محمد وال محمد. اللهم صل على محمد وال محمد. قلنا عام يا ولد. الاستعمال بين الرد والقبول فقط بالصلاة على الرسول. اللهم صل على محمد وال محمد. بكر المصطفى ذنوبك تزول، مفتاح الجنة يسمونه. الله. إذا ردت تحظى بالجنان العاليات ارفع صوتك بالصلاة. اللهم صل على محمد وآل محمد. طاب للزيارة. ايه ابو القاسم شفيحة النجاة جسمك واصعد بيها. الله. بس عيد هذا الرباط. شلون؟ عيد هذا الرباط رسول. ابو القاسم سفينة النجاة جسمك واصعد بيها. ما يخالف ان شاء الله. الله يوفقك. ايه ايه رسول. كاميرتك. اي بريفيو. صل على محمد. اللهم صل على محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. شكرا لك. فكرنا بالقرعه. الله يوفقك. اتصال عندنا. زهراء نجم من البصره. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام، اسعد الله ايامكم. ايامهم ان شاء الله. سلام العائدين والثابتين. الله يعينك استاذ احمد على العام اخوي. الله يوفقك ان شاء الله. يلا زهراء مشاركتك، واذا فات ما يمك هم سمعنا مشاركه. نعم. ترى اليوم حسين عليه السلام. صدق الامام الحسين حديث النعم، هذا من اهم الاحاديث وان شاء الله. سمعته ما سمعته انا؟ مو انا اعرفه. فعل الوزن والقافيه. الوزن والقافيه عن نظره. يلا يا زهراء. اكو بعد زهراء بالعاده تتصل هي واختها فاطمه، ويقولون من اقوال امير المؤمنين سلام الله عليه. شلون؟ يقولون احاديث من اقوال امير المؤمنين سلام جميل الله جدا عليه. جميل مين؟ جدا. ايه يلا اخوي. يلا عبيد. علي سلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. كل عام وانتم بخير. وانت بخير وسلامه وعافيه حبيبي. العايدين صحه وسلامه. الله يعيدك بالصحه والعافيه يا نور عيني. الله يوفقك. الله يوفقكم ان شاء الله. سلامنا وتحياتنا ومعايدتنا لمراجعنا العظام على راس المسير صادق الحسين الشيرازي. عافيه عافيه عافيه. الله يوفقك. الكبير المشهد الورع. الله يحفظك. في خط اخي محمد حسين الشيرازي. عافيه 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 ابو حسين عافيه. دخله بالقرعه خالي. حتى هنا تدخل للقرعه. دخله بالقرعه خالي. كل الهلا ابو حسين. الله يحفظك ابو حسين. شنو مشاركه عندك؟ تقرا لنا رباط وشنو؟ شو تحب؟ يعني تعبالك الواحد يسمع لي مو هو؟ يلا يلا ابو حسين انت دخلت للقرعه بس نسمع المشاركه منك. الو أسمعك؟
علي ولما سمعنا. بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. زين إن شاء الله إن شاء الله على طريق المرجعية يا رب. الله يوفقك يا حبيبي. المرتضى الحسين الشيرازي هو المرجع القادم بإذن الله بحوله وقوته ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الله يوفقك. أحسنت أبو حسين. شكرا لاتصالك. يلا اتصالك عصبي كان أبو حسين. يلا عباس كذلك العباس. يلا اخوي عباس السلام عليكم. السلام عليكم ايامكم سعيده. سعد الله ايامك وانت بصحه وعافيه ان شاء الله. وانت بصحه وعافيه والاستاذ احمد بصحه وعافيه على هذا اللبس الحلو. الله يبارك. هلا 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 طقيت روح ابو خضير للقرعه. روح حبيبي. هو صديقي هو صديقي يعني من زمان. في دور عليك في دور عليك كل الشرف كل الشرف. شكرا لك ابو خضير. بخير ان شاء الله. كل الهلا وطيب الف خير. يلا إذن فقرتنا اليوم عندنا سؤال ومشاركة وتقولوا لي الدزداشة حلوة دخلكم. الله إيه يلا عمي سمعتوا فاطر روح عمي أحمد. يلا يمك يمك أستاذ أستاذ أحمد العفو رخصتك. يلا فاطمة السلام عليكم. كل عام وأنتم بخير. سلام عليكم فاطمة. تسمعيننا؟ ألو. سلام عليكم. عليكم السلام. كل عام بخير. وأنتم بخير وعافية. ألو. ألو والله أنتوا على البث المباشر. أنتوا ويانا على قولتهم مع الجو. ما أدري شنو يعني على الجو. يعني طيور. أسمعك ألو. يا أبو واضح ترى الصوت. تفضل من سمعك. تسمع من التليفون. أعتقد تسمعني بس أنا. أعتقد هذا الموضوع. فاطمة السلام عليكم. عليكم السلام. كل عام وأنتم بخير. شاهي الوجاهة شنو؟ إلك ولأهلك. الله يسلمك. يلا فاطمة مشاركة لو سألت سؤال. ارجع بالله تحكي مشاركه لو نسير السؤال. هلا فاطمه دخلت للقرعه. خلاص احنا قلنا اليوم اي واحد يخابر يدخل للقرعه. اي اتصال اخر من سمعت شلون قال الانبار. السلام عليكم اخت زينب. من العنبار زينب حياك الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. الله يسلمك يا رب وتحقيق الأمحال وإياكم سعيدة وأيامكم سعيدة إن شاء الله من الثابتين يا ربي. هسا أحكي ولا تصلي أحكي وياكم. كل عام نعم بخير نسمعك العزيزة زينب. شنو؟ كل عام أنتم بخير؟ ها؟ تسم أخذ زينب تسمعين من التليفون. من التليفون أو في التلفزيون. ألو روح 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 كله روح حجي ما عدنا اليوم ما رجع اكرام الاهل الانبار. يلا الك بعدت هذول اصدقاء برنامجك. كلهم اصدقاء برنامج يا اخي. شنو والله انا اقول لك مستفحل. اوه ايه كبران قوي. الهام حياك الله اختنا العزيزة. حياك الله استاذ احمد الله يحفظكم ان شاء الله. الله يسلمك. عيد سعيد عليك ان شاء الله. عيد سعيد عليكم وعلى جميع الاخوة. عيدي على اخوي الكبير. لا العفو الله يسلمك. ولا عبد الرحمن يستاهل كل الخير. الله يحفظك. شاطر وجه. كل عام وانتم بخير ان شاء الله من العادين والثابتين اخت الهام. بألف خير ان شاء الله عمر طويل عيدكم. الله يسلمك. الله يحفظكم ويسلمكم ان شاء الله. نسمع مشاركه. الله يعافيكم بالصحه والعافيه يا رب للجميع. الله يسلمك. يلا اختنا العزيزه مشاركتك. ابو فاضل هيبه ورفعت الراس. ابو فاضل هيبه. اسمع محمد جلاوي اسمع. والنعم من ام البنين جابت العباس. والنعم من ام البنين جابت العباس. ايه ابو فاضل هيبه ورفعت الراس. ابو فاضل هيبه ورفعت الراس. الله يوفقك. العباس والنعم من هجابت العباس. سلام الله عليه. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. يلا ام عباس من رميثة. السلام عليكم. كل عام وانتم بخير. بالصحة والعافية. الله يحفظكم ان شاء الله. ام عباس انت طبعا اوتوماتيكيا دخلتي بال يعني ها؟ بالاحرى انعام سعيد يعني هذا لقب ام عباس. انعام سعيد؟ اي نعم. يلا يلا مو مشكلة. يلا اثنين هاتين سجلهم. سؤال ان شاء الله. سؤال يلا سؤال يلا خل نحلي خبزتنا. بس يلا. سهل مو صعب. يلا موجود عندنا فقره المل يساعدك. اي طبعا وسؤال طبعاً. سهل كم نبي ذكر في سوره الانبياء؟ لا يابا
والله سهل. سهل. كم نبي ذكر في سورة الأنبياء؟ ليا خيارات؟ اي اوكي هي 12. لا انت ايش لك في هالسؤال مثلا؟ يلا ام عباس اللي هي نعم سعيد. يعني بالضبط. ها؟ لا مش يعني عباس عوف 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 الجواب عوف الجواب فوق ال 15 عوف الجواب عمي يا دخلت القرعه دوقف فوق انت ايش لك بطل وقف عندنا اسئله يلا براحتك يلا فوق ال 15 16 اي 16 جاب صحيح لا صدق والله 16 يلا بالعافيه والله عمي خوش مبروك مبروك دخلت يلا بالقرعه خلي بس انه عن قضيه انه اللي فازوا ويانا خلال شهر رمضان وايضا خلال عيد وفرحة لكم ولا 20 يوم لو ندكم نجيب عمامنا عليكم لكم ولا 20 يوم تستلمون جوائزكم بعدها راح تبدأ عندنا برامج أخرى قبل انتقاله يا عمار راح تبدأ عندنا برامج الجوائز؟ أخرى أنا ما أعرف الله راح بعد 20 يوم راح ترجع عندنا برامج أخرى فما ممكن يكون عندنا يعني تبقى تتخمر الجوائز فعدكم هاي 20 يوم إن شاء الله تجون تستلمون بها جوائزكم أو أكو في الطريقة ثانية أنا ما أعرفها لكن تتصلون حتى للي ما استلم جائزته يتصل ونشوف شلون طريقه انه نوصل له الهديه ما اعتقد اكو توصيل بالوقت الحالي بس اكو استلام كربلاء مفتوحه بيبانها يلا اكو اتصال اخوان ها منو هسه قبل عمار ناخذ الاتصال لو ناخذ الاتصال ونروح لعمار لو شنو يلا راح نراوغ عمار اتصال عبادي حج يلا استقبل انت على ما اكتب اسمك حجي السلام عليكم كل عام وانت بخير وانت بخير بعد قلبي سلام العايدين بعد عمري شلونك شلون الاحوال والله الحمد لله زينين شلونك ويا العيد والله تمام الحمد لله رحت لاهلك لعمامك عايدتهم لو هم وياك ان شاء الله رحت ليش احسك عمك كبير حج عباد الله يسويك كل عام وانت بخير وانت بخير بعد عمري يسلم عمرك الله يحفظك يلا نسمع من عندك هوسه اليوم شنو صار لك وين ما مسمع عامل بالبحر او البحر بسوياكم مثل حالكم ما حد معكم ما حد يرد عليك شو يا اخوي اتصالاتي هو ايش سوى لا يقول فزت ما جاوبوني ها فزت؟ انت البارحه فزت وما جاوبوك؟ اول البارحه اول البارحه اتصل بعد الحلقه مال اليوم وانا راح اظل انتظرك بالاستوديو جهازي انغلق الجهاز جهازي انغلق ورا 10 دقائق من البرنامج فانت اتصل مباشره من تخلص من عبد الرحمن يقول في مالا اقول لك انا هسه عندي قرايبي بكربلاء يعني تجي بالجائزه وياه من هو؟ يصير عنده قرايب يجي يستلمها؟ ماشي انت ورا ما تكمل اتصل حتى نشوف الاداره يوافقون انه قرايبك تخوله دزلنا جنسيتك نريد نشتريك شريحه. ماشي يلا هسه سمعنا هو شلون دخلك القرعه. لا بعد فاز هو. موقف صار فيه؟ ها؟ معكم موقف صار فيه؟ موقف؟ بس على كيفك يا احنا عندنا ضوابط ها؟ وانت من المتابعين موقف انا صار فيه بالمدرسه خوش ايه احنا بالنسبه لنا هنا انا الليدر انا هنا انا مو مهم اي روح روح حج روح اتحمل المسؤوليه عادي يلا تدخلت القرعه هذا شغل سويته اي بالمدرسه اي بالمدرسه انا صار عندي امتحان اي كنت بالابتدائي وما اعرف لا اقرا ولا اكتب اي اي كم مره الابتدائي قلت له انقل من عندك نقلت اسمه اسمه بوس انجز وعطيت الورقه للمعلم يجين طيب تسمعوني والله خوش خوش تنقل والله خوش تنقل شكرا جزيلا الحاج ومثل ما قال لك استاذ احمد مجرد ما انا اختم اتصل مباشره الاتصال على البرنامج ماشي ماشي شكرا جزيلا حبيبي عمار بعد عندنا رجعه اي ورا عمار غفر ها انتظر شوي ناخذ اتصال خلاص خلينا ناخذ اتصال خلينا ناخذ اتصال يلا اتصال يلا حبيبي ما قبل هاي خلنا نرجع عنه مره ثانيه انه عندنا 20 يوم عطوه حتى تجون تستلمون جوائزكم فنتمنى انه من جميع الاخوه حتى ان شاء الله حقكم يضيع لكن عندنا برامج هوايه بها جوائز فهذا الموضوع يصير به مشاكل قبل فتره جانا ولد صار له سنه وشهرين ما مستلم جائزته وين كان؟ كان مخطوف ما ادري اسير يعني سنه وشهرين يا اخوي كربلاء هاي سنه وشهرين ما واصل لها واحنا بين الحرمين أيوة يلا والله يلا ابو نور من كربلاء سلام عليك بصره سلام عليكم البصره من البصره اي نعم حياك الله يسعدك جواك الله رحمه شلونك جواك الله الحمد لله على السلامه سعد الله ايامك وياكم ان شاء الله الله يطول عمرك ويحفظك اي استاذ احمد وياك همات شلونك ابو نور يا هلا مرحبا شو مستر احمد وحمار شلون؟
قال هلا مرحبا قواك الله. لا يمكن اللي فوز. شلون شلون على كيفك شلون شلون؟ صوت مو واضح. أجل اسمع انجليزي. صوت مو واضح. فدول اسمك يا ابو فاضل يا كفيل. ايه. نعم. فدول امك يا شهر يا ابن الوطين. نعم. سيد الشجعان يا مالك مدين. ايه. بس في رسين بن عمك عقيم. الله. شنو؟ الله. ايه. كمل. الله يوفقك حسين دخلت انا القرعه ابو نور. الكبرشين يا اخي. شكرا لك شكرا لاتصالك. يلا اتصال اخر. هوي. روح. يلا. لا استقبل الاتصال. هناء من بغداد سلام عليكم. السلام عليكم. من عبد الغفار هذا؟ لحظة أوقف. أوقف أنا. عبد الغفار منو؟ أنا مرة خلصت شغلتنا العزيزة منو عبد الغفار؟ عبد الغفار منو؟ هناء سلام عليكم. طلعوا لك تعلوقة. السلام عليكم. السلام. كل عام وأنتم بخير من العايدين. وأنتم بألف خير وصحة وسلامة إن شاء الله. الله يحفظكم إن شاء الله وأنا عبد الرحمن أسلم المايك لأحمد خضر. الخفاج. هيا ان شاء الله اخذنا العزيزه كل عام وانتم بخير عبد الغفار يابا وانتم بالف خير صحه وسلامه ان شاء الله طبعا نشكر الزميل عبد الغفار يلا سؤال ومشاركه اخذها هنا ممكن سؤال شلون سؤال سؤال ايه صار عندنا فد اوبشن جديد انه ممكن يساعدك مولى عبد الغفار من عبد الغفار تغير اسمي مولى عبد الغفار ذكري لي واحد من الجواهر اللي انذكرت في القران الكريم شنو واحد من الجواهر اللي ذكرت في القرآن الكريم مثلا أعطيش خيارات لا ما أعطيش بعد أعطيش يلا دخل القرآن مدام منو قطع رند من الديوانية يلا السلام عليكم رند من الديوانية السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله رند لو رند 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 هذا قطع أي نعم حياكم الله وسعد الله أيامكم أهلا عليكم الله يحفظكم إن شاء الله ويعطيكم العافية سؤال مشاركة ها سؤال سؤال هذا السؤال الأخير نفسه كل عام أنت بخير أخي ترند أنت بخير حبيبي الله يسلمك شلونك العائلة شلونها ها أخذنا العزيزة رند شلونك زين الحمد لله كل عام أنت بخير يلا أنطيني اسم واحد من المجوهرات اللي ذكرت في القرآن الكريم شون؟ خوي بس ما رخصتك أحمد صبر أنت عندك صديق باكستاني ومشبه خلينا نشتغل يا أخي أي واحدة من المجوهرات اللي ذكرت بالقرآن الكريم عندنا لؤلؤ وعندنا مرجان وبعد إيه خذ ولا أيوة مرجان مرجان يلا مبروك مبروك خلاص لك. بالعافية ولا حد خير صار لثلاث حلقات أول مرة يساعد مشاهد مو هسعين احنا شنو نسوي استاذ نروح العمار يلا مرخصتك استاذ احمد مرخص الله يحفظك الله يسلمك احبانا واعزانا المشاهدين نروح ويا هو اليوم سوى استاذ احمد يا اخي المخرج انا عبد الرحمن النصيري صار 9 سنوات قاعد على شاشة قناة ام حسين عبد الرحمن النصيري مثل الاذان ما موجود شو اسمه عبد الغفار نروح ويا استاذ عمار غفار واجواء بيت الحرمين وزياره كربلاء وعيد الفطر المبارك. حياك الله حبيبي عبد الرحمن اهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام مره اخرى في هذه التغطيه الحيه والمباشره عبر شاشه قناه الامام الحسين الفضائيه ومن داخل صحن العقيله زينب عليه السلام وبالقرب من جوار ابي عبد الله الحسين اكيد هناك تهاني وتبريكات ننقلها من بعض زائري ابي عبد الله الحسين في كربلاء المقدسه السلام عليكم حاج عيد سعيد عليكم إن شاء الله وكل عام وأنتم بألف خير بالبداية نهنئكم ونهنئ الإمام المنتظر عجل الله فرجه بحلول عيد الفطر المبارك ونهنئ جميع المسلمين في أنحاء العالم ونقول لهم ألف مبروك بهذا العيد العيد المبارك عيد الفطر المبارك وكل عام وانت بخير كل عام وانت بخير حاجة أريد أسألك من يا محافظة جاي والله يعني بصراحة من محافظة ذي قار قضاء سوق الشيوخ يا أهلا وسهلا سولف لي الأجواء في العيد في كربلاء المقدسة الخدمات في كربلاء المقدسة الجو الأمني في كربلاء المقدسة اليوم شلون شفتوه
والله بصراحة يعني ما توقعنا هذا الشيء، رغم بكثافة السكانية للزائرين نشوف هنا الأجواء جدا مهيئة، ظروفها بصراحة من خدمات ومن خدمات أقصد يعني العتبة الحسينية ومن جميع الكادر الموجودين هنا والخدام الذين يخدمون في هذه بين الحرمين بين الإمام الحسين والعباس عليهم أفضل الصلاة والسلام. ومن ناحية لاحظنا هذا الشيء، من ناحية الأمنية هنالك سيطرة يعني بكل المداخل والمنافذ التي تؤدي. يعني لاحظت هناك تواجد للعنصر الأمني للعناصر الأمنية على أعتاب وأطراف مداخل كربلاء. خلينا ننتقل من محافظة كربلاء، أريد نروح إلى ذي قار يعني منطقتكم بالتحديد. خلينا نسولف شوية عن أجواء العيد هناك، شلون تكون عندكم أجواء العيد الطقوس؟ خلينا نسولف على الطقوس هناك، طقوس الأعياد سواء عيد الفطر أو حتى عيد الأضحى المبارك، عيد الغدير. أحسنت. نعم هنالك كذلك تكون شلون امتداد المحافظات، امتداد إلى كربلاء بصراحة، فهنالك مشاركة وأشبه بالفعاليات وال يعني اللي كل سنة تطري علينا بحلول هذا العيد الفطر المبارك، وهنالك من الزوار يقدمون سواء بالمشي على الأرجل أو بالعجلات السيارات يعني اتجاه كربلاء المقدسة. خلينا نسولف عن باقي هاي الطقوس، انه اليوم مثلا اول يوم عيد الفطر او اول يوم عيد الأضحى انه يعني الآباء يروحون الأولياء امورهم، يعني هاي صلة الأرحام بعدها موجودة. أحسنت. هناك اعتيادي في ايام بداية ايام العيد المبارك هنالك الطقوس التي نتناولها يعني بصراحة، اولا مثلا صلاة العيد اول ما يقعدون في الصباح الباكر يؤدون صلاة العيد، ومنها وبعد صلاة العيد يتفقد دائما اهالينا واقربائنا واصدقائنا وكبار السن اللي هم نقول سواء كان مريض راقد بالفراش او كذا، فيكون الاعياد من الابناء من الاصغرين الى الكبار يعني، وتكون يعني صلة الرحم بين الأهل تكون متكاملة. طيب اليوم خلي اليوم يعني قدمتم من محافظة ذي قار إلى كربلاء، أكيد هناك دعوات، هذا بسؤال أخير، دعوات خاصة كانت تحت قبة سيدي ومولاي أبي عبد الله، خلينا نشوف شنو طبيعة الدعوات الخاصة العامة اللي كانت في كربلاء خلال أيام عيد الفطر المبارك. نحن ثاني يوم، اليوم الثاني للعيد الفطر المبارك. والله بصراحة هي دعوات احنا شهدنا العراقيين ان يتم الامن والامان والسلام بين الامة الاسلامية وتنشر المحبة، وكنا على مثل ما تقول اقدر اعبر لك يعني على قلب واحد ووحدة وطنية واحدة لا تفرق المذاهب او الاطياف وهذا. شكرا جزيلا، هاي الدعوات ان شاء الله تكون شاء الله مستجابة، ونتمنى لكم الرجوع بالسلامة ان شاء الله. شكرا جزيلا. نشكر قناة الإمام الحسين على البث المباشر هذا، وألف مبروك. شكرا جزيلا. نعم مشاهدين الكرام، انتقالة بسيطة إلى الاستديو، عيد وفرحة، لربما هناك إجراء سحبة لبعض المسابقات اللي قدموها الزملاء في الاستديو، هذه عودة لهم ومن ثم نرجع وياكم. شكرا جزيلا حبيبي استاذ عمار غفار، واليوم انا عبد الغفار، اليوم سواها فيلم احمد صبري، تحياتي واشواقي. واحمد خضر الله بالخير حبيبي، ما شاء الله اليوم عندنا خوش وضعيه، حتى اليوم انت تسحب القرعه خوش ختام الختام انا اسحب. يلا انا طبعا بدايه انا ارحب بابن عمي اللي راح يدخل من بعدي، ما تقدر تسمع لو ما قلت كاثرتوا علي. قول يلا. مولا محمد جلاوي حبيبنا الغالي مشرفنا اليوم. إذن الفائزة ويانا بهذه الحلقة الأخت فاطمة من ديالة، تدخل زوم عن خط محلو. فاطمة من ديالة الأختنا العزيزة تتصل بعد البرنامج، وأيضا الأخ عبادي تصل بعد البرنامج ب يعني 10 دقائق عندنا فقط وراء
وراء نهاية البرنامج يعني من 10 إلى 10:10 مو تقريبا يخلص برنامجك إلى 10:10 ينتهي وينغلق الأجهزة. يلا شكرا جزيلا أستاذ أحمد، كنت رائعا. الله يسلمك. والله يعطيك العافية. الله يوفقك. الله يحفظك. أنت اليوم 33 حلقة؟ إي. لا لا تعدي توقف 5 أيام، أيام الجرح والاستشهاد. أيام الشهادة. إي. 28 صحة وعافية وإن شاء الله ميزان حسناتك ما يخالف. الله يسلمك. شو تحب تقول في ختام برنامجك؟ والله خلصنا؟ على الجريل يقول خلصنا. أنا أحب أشكر كل اللي تعبتهم بالبرنامج، هم قالوا لا تذكر أسماء بس أنا رديت أذكر حتى اللي بطلوني. ابتداء من خلنا نبدأ بالمراحل، سيد بهاء يخابرني يقول لي وين الأسئلة، أدز الأسئلة لأبو زهراء، أبو زهراء يحولهن للأمير الحسين، أمير يجي يشتغلهن أفتر إفكت وما أدري شنو، يقعد هو وسجاد وعلي معمليتشي أكثر واحد اشتغل وياي بالبرنامج، واشتغل وياي علي عاشور، علي جليل ما اشتغل بس ما يخالف هم صاحبي أذكر اسمه، سيد مسلم، كل الأخوة اللي اشتغلوا ويانا يعني. أهل الصوت أرددكم تواي تواي، أهل الصوت القرعاوين كلهم تمام، احنا كل اهل الصوت قرعاوين عندنا، كل الاخوه اللي موجودين، ليث تعبنا، حيدر تعبنا، ابو كوثر، كل اللي موجودين تعبناهم خلال شهر رمضان. وانا دائما اقول يعني شبابنا دا يشتغلون برمضان فوق طاقتهم بساعات عمل كثيره، لان احنا عندنا لود من برامج وعندنا لود من التغطيات. شكرا لك، شكرا سجاد الباو ما اقدر اذكر اسمه بطلوني. شكرا لك، شكرا للاداره اللي دائما تحط الناس باماكنها الصحيحه. الحمد لله. إيه لذلك موقفين 8 أشهر. حلو. تحياتنا لكل اخواتنا واصدقائنا، وايضا التقاء الضيوف، انتقاء المواضيع، تدقيق الاسئله، يعني تتخيل انا كل حلقه ارفع عدد كبير من الاسئله، تدقق بطريقه بحيث انه هذا السؤال ينسالك صعب سهله. صحيح. ما احنا المهم نوصل المعلومه. ف واكيد بقيه البرامج برامج كبيره كانت عندنا، وعندنا نجاحات بهذا رمضان يمكن اكثر من بقيه الرمضانات اللي فاتت. شكرا جزيلا استاذ احمد، وان شاء الله اكيدا في ميزان حسناتك، وانت انسان متالق دائما، افكارك استثنائيه وغير مالوفه. الله يسلمك. ان شاء الله مزيد من التالق والتوفيق والنجاح حبيبي. الحمد لله. الله يوفقك. احبانا واعزانا المشاهدين. ها احمد صبري شكرا سلامي. شكرا. بعدنا انا اليوم راح اشكر راح نروح العمار. ها اليوم عمار ماكو هيك، اليوم الشغل كله لمسه باص. راح نروح لتكمله التغطيه، وان شاء الله نرجع مع ضيفنا العزيز خادم الحسين الطيب مولى محمد الجلاوي الرادود الرائع طويريج عمي. تحياتي واشواقي الى عمار غفار. حبيبي يا عبد الرحمن، اهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام مره اخرى. طبعا ما هو جميل في التغطيات يا عبد الرحمن ويا احمد خضر هو بتواجدكم بالاستديو، وانا سمعت الحوار اللي دار بينك وبين احمد خضر على كيفيه اعداد البرامج. موفقين ان شاء الله، ونقول لكم كل عام وانتم بالف خير، وان شاء الله برامجكم من احسن الى افضل في خدمه سيدي ومولاي ابي عبد الله الحسين سلام الله عليه. مشاهدينا الكرام، تغطيتنا لا زالت مستمرة وعبر البث المباشر ومن خلال قناة الإمام الحسين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم مع زائري أبي عبد الله الحسين. السلام عليكم. كل عام وأنت بألف خير، والعائلة الكريمة إن شاء الله بألف خير، عيد فطر سعيد عليكم إن شاء الله. كل عام وأنتم بألف خير. نهنئ الأمة الإسلامية جمعاء ونبث أفضل التبريكات والتهاني لصاحب العصر والزمان والأمة الإسلامية جمعاء ومراجعنا العظام بحلول عيد الفطر المبارك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن على الأمة الإسلامية جمعاء بالمن والبركة والأمن والأمان، وعلى عراقنا بالخصوص كشف الغمة عن هذه الأمة بحق محمد وآل محمد بتعجيل صاحب العصر والزمان. شكرا جزيلا على هذه الدعوات. خلينا أسألك، من أي محافظة أنت اليوم متواجد في كربلاء المقدس؟ يعني من جاي اليوم؟ والله أنا من محافظة ذيقار قضاء الناصرية، جئنا إلى هنا لزيارة العتبات المقدسة تيمنا بالبركة وصلاة العيد والكسب الثواب، وكانت أجواء جدا رائعة في غضون أيام عيد الفطر المبارك. يعني أنت اليوم صارت صلاة العيد هنا في كربلاء المقدسة؟ نعم، صلاتنا صلاة العيد، كنا متواجدين نحن والعائلة الكريمة في عتبة الإمام الحسين عليه السلام
بالفضل العباس عليه السلام. شكرا. أريد أسألك يعني اليوم الأجواء في كربلاء، خلي قريب من يمين، اليوم أكيد الطقوس في كربلاء المقدسة ما يخص الأعياد، ما يخص هذه المناسبات والأفراح الدينية، اليوم شلون شفت أن هاي الأجواء في كربلاء المقدسة؟ حدثني عنها شوية. والله كانت أجواء جدا ممتعة وكلش عظيمة، بالنسبة للعوامل السابقة كانت أفضل بكثير، وكنا يعني تفاجئنا بهذه الأعداد الغفيرة اللي جاءت إلى محافظة كربلاء لزيارة العتبات المقدسة، وكانت مفعمة بالإيمان والبركة والأمن والأمان، وكانت دور القوات الأمنية جدا جدا رائع، والخدمات الصحية والخدمات الأمنية كانت واضحة جدا على في أعلى مستويات هاي الخدمات. نعم. أكيد هي مقدمة لكم كونكم أنتوا زائري أبي عبد الله. الضيف القبلك أو الزائر القبلك شوي سولفنا عن الطقوس العيد بالمحافظة الناصرية، أكيد يعني كل محافظاتنا العراقية هي عزيزة علينا وكلها يعني في مستوى واحد، خلينا نسولف شوي عن أجواء العيد عندكم هناك في محافظة الناصرية في ذي قار، شو تكون أجواء العيد؟ يعني هل بعدها صلاة الأرحام موجودة، زيارة الأقارب، زيارة الوالدين، زيارة الأخ الأكبر، زيارة الموتى؟ نعم، هذه الطقوس هي موجودة، حقيقة موجودة والحمد لله رب العالمين. يعني احنا نبدأ طبعا عادة أيام العيد هي بصلاة العيد، وبعد زيارة الأبوين أو زيارة الأخ الكبير، ومن ثم نتوجه مثلا لزيارة الجيران أو الأرحام. ولكن يعني نكتة بسيطة عن محافظة الناصرية، في هذه السنين كانت زيارتها الكبرى هي في المقابر النجف بسبب الشهداء وبسبب يعني الشهداء لهم حق علينا. نعم. زيارتهم. نعم. إن شاء الله يعني زيارتكم بالضبط أكيد هذه السنين. هاي زيارتك للأقارب أكيد يمكن صرفت هواي العيديات للأطفال للناس القريبين من عندك. نعم، هي هذه طبعا هاي الطقوس. نعم، هاي الطقوس موجودة، ولكن في هذا العيد كنا يعني لم نمارسه بسبب مجيئنا أول أيام العيد هنا وقضائنا في كربلاء المقدس. العيد يابا أنت ضم لك خردة زينة زين، حتى من ترجع هناك راح تصرف عيديتك. أتمنى لك الرجوع بالسلامة. شكرا جزيلا لك. خليني أنتقل مشاهدينا الكرام للزائر أيضا، خلينا نتعرف عن من جاي وشنو أجواء العيد في محافظته ومن أي محافظة. عيدك مبارك، كل عام وأنت بألف خير صحة وسلامة والمراجع العظام بهذا اليوم المبارك، هو عيد الفطر، أعاد الله علينا وعلى جميع المسلمين وشيعة أمير المؤمنين إن شاء الله بالخير والسلامة. وياكم أبو محمد من محافظة البصرة. يا أهلا وسهلا. يا أهلا وسهلا. طبعا أنا عرفت من أنت جاي من محافظة البصرة، خلنا نسولف شوية عن الطقوس في كربلاء أجواء العيد، وبعدين خلنا نسولف البصرة شنو طقوسها بالعيد. والله هي كربلاء هي جنة الأرض، يعني هي المسلمين وشيعة أمير المؤمنين هي جنة، يعني اليوم واحد ما يقدر يسولف على جنة الأرض، فهي بجوار أبو عبد الله. صار لكم إيش قد هنا بكربلاء؟ صارنا يومين، طلعنا إلى سامراء زرنا الإمامين العسكريين والإمام علي الهادي. يعني خلينا أقول أنه مصباح عيدك كان هنا؟ مصباح العيدي كان هنا. يعني بعدك ما خسران عيديات للأطفال؟ لا لا، احنا عيديات طيناها قبل لا جينا. يعني محضريها قبل يوم العيد؟ طينا العيدية، بس أنا قلت لك شوي انحرمنا من زيارة الإخوان والأقارب. إن شاء الله من ترجعون أكيد راح يصير تواجد وتزاور بيناتكم. سولفنا اليوم الدعوات شنو كانت تحت قبة سيد الشهداء، دعواتكم شنو كانت عامة، الدعوات الخاصة، خلي يعرفها المشاهد الكريم عبر شاشة قناة الإمام الحسين الفضائي. هي طبعا أولا واحد يدعي لأهله وعياله وأخوانه وخواته، ويدعي للإخوان والأقارب وأولاد العام والأصدقاء. نعم. وهاي المسلمين هي هاي ما شاء الله تبارك الله، هي طبعا اليوم أنت من تدعي كل الشيعة والمسلمين همه، وحتى وإن كان مشيعي هو بعد هو مطلوب للدعاء. ليش؟ احنا نتمنى الخير لكل الناس، دعوة للأمة الإسلامية طبعاً. وأكيد أكو دعوة أنه إحياء هذه الأجواء المناسبات الإيمانية، الأجواء الروحانية، هي دعوة أنه تكون نحيها بالقرب من سيدي ومولاي أبي عبد الله. هي للعلم هي من الله سبحانه وتعالى، أنت من تجي هيك مكان هو قلبك ينفتح،
زيادة ان انت راح انت شوف هواي ناس ما شاء الله من كل مكان جاي، من ايران، من دول الخليج، من الاجانب، يعني من دول العالم كلها جاي تجي لزيارة ابا عبد الله. فهي هي هي, هي, هي حاضنة لكل موالك مدينة كربلاء المقدسة حاضنة. شكرا جزيلا لك، اتمنى لك الرجوع الى محافظة البصرة، بس خلي اعرف البصرة بالتحديد وين يا منطقة. انا حاليا يم اسكان المواني. يا اهلا وسهلا، ان شاء الله اتمنى لك الرجوع بالسلامة وعيدك سعيد وكل اهلنا وناسنا في محافظة البصرة. نعم مشاهدينا الكرام، يمكن الضيوف يعني تنوعت مدنهم. الاخ قبل كان من محافظة ذي قار، واللي بعده كان من محافظة البصرة، وبالتالي هي مدينة سيد الشهداء تجمع جميع المحافظات العراقية، تجمع جميع البلدان الإسلامية، تجمع جميع الموالين والمناصرين لسيدي ومولاي الإمام صاحب العصر والزمان عجل الله فرجه الشريف. وصلنا وياكم إلى ختام تغطيتنا المباشرة لهذا اليوم، ويمكن لربما تعتبر التغطية الأخيرة ثاني يوم عيد الفطر المبارك. نقول بدءا للكوادر العاملين في مجموعة قنوات الإمام الحسين الفضائية كل عام وهم بألف خير، كل عام إن شاء الله يجدد ولائهم وطاعتهم إلى سيدي ومولاي الإمام الحسين سلام الله عليه، كل عام وهم وعوائلهم بألف خير وعيد سعيد عليهم إن شاء الله. ونبعث باقة ورد مكللة بالحب والاحترام إلى سيدي ومولاي صاحب العصر والزمان، وإلى المراجع الدين العظام السيد علي السيستاني، السيد صادق الحسيني آية الله العظمى، السيد صادق الحسيني الشيرازي، أيضا هم كل عام وبألف خير، وجميع مراجعنا العظام هم بألف خير على اعتبارهم صمام الأمان لهذه الأمة الإسلامية. وأنتم مشاهدينا الكرام كل عام وأنتم بألف ألف خير، أعادها الله علينا بالخير واليمن والبركة. نستودعكم الله وإلى اللقاء. شكرا حبيبي، شكرا أستاذ عمار، الله يطيب أنفاسك ويعطيك الصحة والعافية، وإن شاء الله نكون وياك في برامج قادمة وتغطيات قادمة من أجواء كربلاء وزيارة الحسين وأجواء بيت الحرمين وأجواء العيد والأفراح. إن شاء الله نكون وياكم، ولازلنا وياكم متواصلين في الفقرة اللي هي الأكثر وقعا في النفوس. طبعا شكرا للأستاذ أحمد خضر على التواجد ويانا خلال 3 ليالي، للمشايخ الأعزاء الرواديد اللي سبقوا ضيف هذه الليلة. إن شاء الله نتمنى لهم المزيد من التوفيق والتألق، وأسأل الله بحق مولانا صاحب الزمان سلام الله عليه وفقنا أن نكون يعني من الناس الذين يرسمون البسمة على شفاه شيعة أهل البيت. وأنا وياكم قلنا اسمه، طيب الحبيب الأخ الصديق من زمان، صديق وأخوي الحبيب الغالي أبو زينب مولى أحمد الجلاوي، كل عام وانت بخير ومساك الله بالخير. سعيده كل عام وانتم بخير ان شاء الله، تبصحه وعافيه يا حبيبي. نسال من الله ان هذا الجمع اللي موجود هسه قرب الامام الحسين ابو الفضل العباس دائما وابدا في رعايه المولى ابي عبد الله الحسين، وان شاء الله فرحتنا الكبيره هي بظهور مولانا صاحب العصر. اي والله الله يعطيك العافيه اخوي شيء من بين لا كبرنا راح نتناوش ال 40 يا اخوي. صحه وعافيه الله يحفظك. كلها هاي انت شوف ما ادري سبحان الله دورات واحد لما تتزاحم عنده الاسئله. عندك ذكريات في غير المنبر والحسين وشي؟ اللي هو عمرك كله منبر وحسين. يعني بس بالقران يمكن بدايه المشوار كان عندي ذكريات حلوه بالقران. بس وياها كانت قرايه؟ طبعا. صدق انت اول منو؟ اول رادود لو قارئ قران؟ لا قران. قارئ قران. بس من جابك؟ من قنعك؟ المجلس؟ اي. أنا يمكن مرة من المرات أنا وياك نفس لو هذا البرنامج لو غيره. المهم فذكرت لك يمكن لو أنت لو ما أدري، أنا عندي خوالي يسموهم السادة القرة، بين خطيب بين رادود بين شاعر ما أدري بها. لا مو جاي إيه ف يعني حسيت بطويريج. بطويريج أولا غيرة صارت عندي. لا لحظة، هو ليش سموهم القرة؟ لأن القراء كلهم قراء. ها ايه، ومن يا سادة هم؟ سادة الغرابات. غرابات خوش. قرائب سيد بهاء. قرائب سيد بهاء عمي خوال الجماعة. ايه سيد بهاء خالي. ايه قدها والله ونعم. فكان بذاك الوقت عدي خالي سيد نعمة الغرابي الله يحفظه، وابن خالي سيد محمد كذلك، اثنيناتهم رواديد. ما ذاك الزمن؟ ايه بعدهم يقرون؟ لا زالوا. ها
من الأصوات يعني عجيب. اي ادي خالص سيد نعمة ذا قرى يعني ما تشوفه تقول ها شيخ جاسم عجيب. اي والله فكانوا ياخذوني مجالسهم خير. اروح استمع اللي اقدر يقدموني آية حسين مصابة فدبية هم جابوك يعني. اي أيوة. انا هالشكل يعني انا هم من انا بدايتي بدايه بالمدرسه اناشيد وشعر ورفعه العلم وهالامور وببيتي الله يرحمها الملاية ومكي رحمه الله عليها الله يرحمها الفضل الكبير عليه قالت لي امه انت تعال يا ابن حسين سلام سلام, سلام الله عليك بابا اعطتني هسه اذكر غريبه وهم العين على الرايه وعلى حسين الله اي قريتها 2002 هيك شيء بس انا انت شايف انا بعدنا شباب حج لا انا احكي لك بالتسعينات انا التسعينات ها اي بس بال 50 يعني شو تقول انا قد تجربتك على مستوى المنبر يعني كم سنه يعني من السقوط ل 22 ومن هناك تقريبا بال 27 سنه صحه وعافيه الله يسلمك زين خلاص اليوم اشتغل لك غير شغل يعني بخدمتك لا تسوي واحد انت تذاكره يا ولا محمد يعني رجل صاحب تجربه وخبره كبيره بارك فيك يعني شنو وقع هاي الكلمه لما تقول انا عندي 27 سنه من الخدمه يعني شنو قيمه الفخر اللي تحس بيه والله يا ولا هي نسال من الله اولا حسن العاقبه الهي امين وشيء ثاني يعني فخر انت مثل ما قلت فخر هذا رصيد كلش كبير بس الله يكون مقبول ان شاء الله مقبول اذا مقبول بعد تضمنت شفاعة ابو علي دخيل سيد الشهداء يعني واحد عنده 27 سنه وابن الزهره بس لو تنقبل ساعه واحده نعمه من مو من قرا فينا او كتب فينا اي من قال فينا من قال فينا بيتا من الشعر بنى الله له بيتا في الشاعر او رادود او خطيب هنيال اللي يخدم بخلاص يا ابو علي ليش اكو ناس تخدمه بخلاص أنا ما قلت إني أنا يخدم بخلاص لا ما جاء أسأل يعني هسه يجوز أنا مو بخلاص ليش مدريني لا أنا نعرفك أبو زينة بدي أروح لك كمخلص وأصلي الله يسلمك أنت الأحسن الله يحفظك وأنت رجل صاحب تجربة مهمة حقيقة يعني الآن شنو قصدي بدي أروح لك أنت أتهم أستاذ إن شاء الله لا العفو وأنا عن تعريف التمر الله يطول عمرك أنا شنو قصدي بخلاص لأنه هواي إحنا سامعين روايات هواي سامعين قصص هواي أكلها عبرة إنه فلان اللي قال أنا معروف وأنا كذا وإذا به يشوف الإمام الحسين بالرأي قال له أنت منه قال له مولاي أنا فلان أنا فإحنا نخاف من ذني وهذا هم مرات اللسان إحنا ما معصومين الحمد لله على أنت كل. من الناس اللي جدا ملتزمين على المنبر الحمد لله يعني ما خليت ببالك يوم من الأيام تسوي بعض الأشياء اللي بيها جزء من الطشة يعني لا والله مو يمها ليش؟ شنو اللي منعك؟ يعني كنت أنا أتذكر تقريبا سنة 2000 و... وستة يعني كانت الفضائيات بعدها مو قوية أي. كانت يمكن بداية الأنوار كانت أعتقد مو نعم نعم فكنت أقرأ حملات أهل السعودية أخوتنا الله يحفظهم بحرين كويت فسنة 2007 أعتقد 8 هيك بهالحدود أقرأ حملة بقيت وياهم 13 يوم بين سامرة بين الكاظمية بين كربلاء بين النجف وباقي المزارات فكنت أنا محروق دمي ليش مو من باب الأنانية ولا كذا ولا من باب الرياء لا والله كانت بداخل حرقة بأنه أتمنى أني يعني أصعد بهالمكانات الحساسة أرد أقدم العدي أرد أقول يعني بأنه مسيرة الحسين ما توقف على شخص أكيد صح عندنا مدارس بس المدارس من أجت كانت مثلي بدايتي هم أنا تطمح بأن توصل مو من باب الطشة لا والله أبد ولا لا يختلف هذا توصل أيه صوت أحسن حسين عليه السلام من باب أنت أولا أصبحت تحامل رسالة صحيح وهاي رسالتك مرات شوف استقرار القرآن أو الخطيب أو الشاعر شنو يميز فلان عن فلان لونه واسلوبه أداءه مرات صوته فالقارئ القرآن اكو ناس تحب قراءته ليش صوته حلو صحيح وهذا يعني شيء وارد وطبيعي كلش طبيعي. طبيعي انا عنده صوت حلو ارد اوصل رسالة الإمام حسين بصوتي الإمام حسين سلام الله عليه بصوتي ماكو مشكلة فلقيت احد السادة الله يحفظه من السادة الشيرازيين الله يحفظه اعتقد مو سيد احمد كان سيد مهدي زين
بالكاظمية. خوش. كانوا يا سيد هادي المدرسي. خوش. الله يحفظهم إن شاء الله. الله يحفظهم اثنين. فشافني يعني من فعل وقلت له سيدي يعني ليش هيك احنا هنا ما حد جايبه عنا. صح احنا تحت عناية الإمام الحسين الزهراء سلام الله عليها بس اريد نطلع طلع صوتنا. فاكو احد السادة من ابنائهم علمني فد ورد. يعني سبحان الله قال بس التزم عليه وما لك علاقة. وخلي نيتك ويا الحسين صار خالصة. يشهد الله يا مولى يعني سنة على سنة سنة على سنة الحمد لله والشكر. والنعم. اي. زين أسير نسمع من هذا الصوت الجميل شيء يعني. عمي أهل الصوت القرعاويون. اعطونا صوت. يجيك الصوت أفا عليك. أنا هم قمنا ندللكم قراءة الحسين يعني. اي لا راحة والله. يا الله حبيبي توكل على الله. اللهم صل على محمد وآل. اللهم صل على محمد وآل. سجدت على باب الإله جوارحي رحي سجدت على باب الإله جوارحي من يغفر الزلات لي إلا هو ربي أغث نفسا إليك توجهت بمحمد متوسلا بحماه بالمرتضى أقسمت ربي باكيا نعم يا علي يا علي يا علي ألا ترد دعاء من والاه وبفاطمة الزهراء سيدة النساء سر الإله ومن جلى معناه بالمجتبى وبمن سالت دماه بكربلاء يا أبو عبد الله جميل بالمجتبى وبمن سالت دماه بكربلا واستنزفت نار الظما شفتاه بالتسعة الأطهار من آل الهدى رباه عفوك طامعا القاه يا من إذا عدت مناقب غيرك ما شاء الله ما شاء الله يا من يا من إذا عدت مناقب غيره رجحت مناقبه وكان الأول الله 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 رجحت مناقبه وكان الأول يا علي يحسدوك على علاك سافل الدرجات الله يحسد من على طيب والله انفاسك ابو زينب سنت سنت يعني انت رجل لك مكانه ولك شيء القرايه صعبه بيوم العاشر بصحن الحسين وتطوريج جدا ليش؟ اذا تسالني انا عن نفسي مثلا نعم باعتبارك كذا سنه يعني مو؟ يعني كن ما زلت لا يعني هي نهار العاشر أي. لا مو ما توقع على رادود ها كل سنة واحد يعني تقريبا كان الشيخ جاسم بعد أي. الله يرحمه أولوية إلى رحمة الله روحه حاليا
احنا عندنا موكب بطويل يسموه موكب آل عنبر. آل عنبر تحياتنا لهم. نعم. الرادود اللي يقرأ لهم يقرأ بصحن الإمام الحسين. ها يعني هذا الحكي احكي لك من السبعينات طبعا. هذا الرسم الموجود المدينة. رسم يعني، لانه هم يعني اعتقد تقدر تقول لهم الأولوية. ومن موكب قديم هم؟ قديم يعني لو 1800 لو ألف نهاية بداية 900 اي قديم. فكان شيخ جاسم الله يرحمه رحمة الله عليه شيخ جاسم لا مو 1800 العفو خاف أني أنسى الرقم. المهم عن التسعينات هو العفو سبعينات كان يعني هي بداية الركضة يمكن أعتقد الستينات صارت أعتقد الستينات بداية الركضة يعني عادوها هي قديمة هي موجودة أي. بس إعادة الركضة وانطلاق الركضة أعتقد الستينات زين. فمن هذا الموكب موجود هو يقرأ له شيخ جاسم يقرأ له الله يرحمهم ملا خضير السعداوي عندنا رادود هو الله يرحمه يصحوا له أبو حلق الذهب ذاك ما يقرب مايك عجيب يعني هسه يقرأ هو هنا يمي اللي يم الإمام الحسين يمكن ما يضريح يسمعه مو مبالغة والله صوت عده كلش قوي فالدفع مو طبيعي يسولفون عنه يعني هواي رواديد اللي قرأوا بهذا الموكب كان يقرون بالصحن فشاهدنا على القراءة صعبة بالإمام الحسين صعبة كلش صعبة قرأت لهم أنت؟ إيه الحمد لله قرأت السنة أنا وشيخ جاسم هنا بالصحن ها اللي مضت؟ لا لا ها قبل كم سنة؟ قبل كورونا إيه زين هو يقرأ الموشح لو أنت؟ لا هو بسنة أنا قرأت مقدمة يعني هيئة العزاء خليت نعي وذن السوالف بعدين قرأ الحجي الله يرحمه الموشح وعلى طريقته وأسلوبه زين أنت يوم عاشر يعني وخلص عشر ليالي لا حيل ولا هاي تقرأ يعني يم صاحب المصيبة إيه هذا قصدي أنا مو من باب تعب وما أقدر أقرأ لا هذا قصدي والله أنا قصدي أقول أنت قبار الإمام الحسين يعني تخوف الشغلة كله صاحب المصيبة هو إيه والله تخوف يعني أقول أتمنى أكون صدق أنا أهل بأنه أنا بهذا المكان يعني كون نحس أنه إحنا صدق لازم نكون مؤهلين للقراءة في دار إيه مو سهلة كلش مو سهلة هي سهلة القراءة اي واحد هسه يقدر يصعد ويا هالحضور وجوز يأدي يبدع بس اكو احساس بداخلك اصلا يتولد بدون ما تدري ولا تشعر من حيث لا تخاف ها اي من تبقى الامام الحسين انت بصفه وهالصيح العالم يا حسين ويوم العاشر بعد ماكو حل عجيب أيوة. رجلين بعد ما اي والله لا وانتم تقرون يمكن ختام الركضه اي ختام الركضه تخلص الركضه تفطر ترجع من الامام العباس سلام الله عليه يجونا لا اله الا الله زين ينطركم وقت لا ركضة طويريج بعد ما يعني عزة طويريج في القراءة عزة طويريج مفتوح الوقت عجيب وانت تصعد ولا حج الله يرحمه كانت أجواء ذي ما تنسى بالذاكرة عجيب اي والله أنا قرأت بها قصيدة أنا قاريها لطم بس كان موضوعها جدا مصيبة السيدة زينب سلام الله عليها واقفة على التل القصيدة كان من نظم الشاعر سيد موفق الله يحفظه سيد موفق الموسوي والنعم والله تحياتنا للسيد لسان حال الإمام الحسين يعني يقول يصور الإمام الحسين يقولها أنت معقول هاي زينب تعتل شقلها يقولها من الخيمة للتل كل حالش تبدل من الخيمة للتل كل حالش تبدل مبينة بوجهك رسوم الرزية زينب انت بس مو الاوليه الله والنصوص يعني صار لك فد فجيعة اي اجواء كانت تهيئ العزل الشيخ جاسم الشيخ جاسم قرا قصيده موشح للمرحوم الشيخ ابراهيم شيخ حسون الهندا واعتقد كانت الخدر من الخدر زينب اللي فشت شاير صيح يا حسين قاعد احمي الثاير لان الحوليات نعم لا اله الا نسأل الله الثبات ذكريات ذكريات وعتبات مهمه تاريخ كبير أيوة. وزينب وانت ايضا كذلك رجل صاحب تاريخ وتجربه حقيقيه الحمد لله شخص لا يمكن ان يتجاوزه الانسان الله يحفظك اللي يمر على ذاكره المنبر الحسين من طيبك حسن ظنك الله يحفظك ابو زينب الله يحفظك في دور اهلك انا عندي اليوم قصيده عندنا وقت عندنا وقت استاذ احمد من قصائد المرحوم شيخ جاسم اي لا لازم لانه يعني هذا المله اي استاذ احمد لا ما لك شغل روح يم الموضوع دير بالك علي استاذ احمد اي خلاص ابشر كفو والله من قصائد المرحوم شيخ جاسم للشاعر المرحوم شيخ هادي القصب
رحمة الله عليهم. زين الله يرحمهم اثنين. يقول مني يا حيدر به الحشور لو راد واعمال يا ما كل امال حب الولاية به القيامة يصير اعمالي. القصيدة تحكي على الولاية وعلى الطور المد شير جاسم قاري هذا الطور. مني يا حيدر به الحشور لو راد واعمال يا من كل امال حب الولاية به القيامة يصير اعمالي. يقول عشت مدة من الحياة عشتها عرفت بيها الدنيا زين وحللتها وجربتها شفت هاي الدنيا عبره شفت هاي الدنيا عبره تقضي وتروح بوقتها وانا شفت نفسي بخطر مثل الذي ماشي ببحار وظليت احسي بالدار. شنه الاعمال شنه الاعمال الخدتها يردون من عندي عمل لو صار الاحسان. شنطيهم جواب الله. ولو قلت ما عندي عمل شي يصير بحوالي. شوف ناش يقول بالحد من نزلوني وراحوا وخلوني وحدي قمت اصيح بصوت يا اهلي ويا عمامي ويا اهل ودي. شو يقول بعد؟ يقول وانتو يا ولاد يا من على رباكم ذاب شبدي من الربا وذاك التعب. وين الربا؟ وين الربا وذاك التعب؟ عفتوني وحدي شو السبب؟ ما منكم احد يا عجب يحن علي ويضل عندي. قالوا لي شيعناك وبجينا ودفناك. نعم روح الله وياك. الله وياك بعد احنا شو في ايدك بعد. قالوا لي شيعناك وبجينا ودفناك روح الله وياك. شو يقولوا له؟ شعلينا ظل بوحدك للقبر للتالي. أقرب حد ميت؟ نعم ضروري. شو يقول بعد؟ يقول يا علي يا علي ومن أهلي لما أيست صدي التالي. المن يقول هنا شعر شو بيوصل؟ لعد أموالي وحلالي وقلت يا مالي وحلالي. شو يقول؟ يقول أنا اللي جمعتك بماي الوجه وبتعب الليالي وبسهر الليالي يا ما ويا ما طارديت وحللت بيك وحرميت ليش بمثيل هذا الوكيل ما تجي او تنغر الحالي. شنو جواب المال والحلال؟ شو يقول له؟ يقول له جاوبني من عندي جفن قصوا لك جديد. الله الله بس الجفن شا بعد شتريد
اليوم ما تنفع أموال ولا قصور عالي. بيت القصيد. نعم. يا علي يا علو من شفت روحي ما حد نفعني بحياتي وبقيت حاير وين اروح شلون مخلص ونجاتي وبين ما حاير وخايف من عواقب سيئاتي اولى المنكر القبر اعتنى والكتاب قام يعاينه ومن عند راد البينين عن الأعمال بحياتي ناديت يا منكر عمل ما جبت وياي وتعذري بهاي لكن أخبرك حب علي ثابت بدلالي. الله 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 يرحم شيخ جاسم يرحم شيخ الله يرحم شيخ جاسم يرحم كل خدمة المسلمين والله ينطيك العافية فدوة روح لك حقيقة أديت حقيقة أنا كنت مستمتع جدا ها عمي أحمد الصبري عندنا ايش عندنا بعد ثلاث دقائق ثلاث دقائق اي ما اعرفك اليوم خيرات الله اي بخدمتك ملا الله يطول عمرك تريد بعد شيء اي بعد ابشر الله يبشرك بالسلامه وبالعافيه مقطوعة حلوه السيد عبد الخالق او نعم والله من السيد حياتنا الى المقطوعة تقول على قد المحل على قد المحبة البي انتظرك واحد صفر على قد المحبة البي انتظرك وتظل دعواي من عمري على عمرك مولاي يا صاحب السماء اي والله سيدي على قد المحبة البي انتظرك وتظل دعواي من عمري على عمرك يا ميزان السوالف دوم اسولف بيك متى يعم السكوت بكلمة من ثغرك وين انت وين انت سألت عليك حتى الموج جبت عمر سفينة ضايع ببحرك تعال الليل طول والمنازع طال متى بوجه الليالي ينتفض فجرك نعم يا أطهار يا أطهر بشار والأرض كلها ذنوب إش كثر دمعك علينا ويا كثر صبرك اي والله أنا بقلب سعير خيام أنت شلون كم خيمة البقت تتوجري بصدرك أكيد الوجه لله للخلق مكفى الله كبيرة الله أكيد الوجه لله للخلق مكفى وهاي سنين عين تباوع لظهرك لظهرك يا ابو صالح دخيلك ناب ياكل ناب بقى بس الضعيف اللي يلهج بذكرك نبديها بصلاة على النبي المختار تسهل جيتك والخاتم بنصره اللهم صل على محمد وآل محمد تحياتنا السيد عبد الخالق والنعم والله من السيد العزيز طيب والله انفاسك يا أخي الله يحفظك الله ينطيك العافية يعني انت بكل مرة جميل ومبدع حقيقة يعني مو أجل منك والله يا مولاي أخي العبد الروحيانات يا الله أبو زينب الحبيب ملا محمد الجلاوي الله يعطيك العافية ملا محمد جلاوي لو قال لا جلاوي جلاوي بس بدون تسمع إيه صحة وعافية حبيب فدي أروح لك شلون شلون ملا جيليش قال لك
والله جليل، تحياتنا لله يحفظه. سنة من السنين أنا وياه بالسماوة، قال لي أنت شنو محمد جلاوي؟ فهمني. قلت له ايش تريد؟ قول. قال أنت ابني. فعلى المنبر قال لهم اليوم نستقبل ولدي محمد جليل الكربلائي. هاي هاي بحيث من نزلت الله يخلي لك أبوك. الله يحفظه ويحفظك إن شاء الله ويطيب أنفاسك يا أخوي. في دول قلبك الله يحفظك. الله يحفظك. أحبانا وأعزائنا المشاهدين، نشكر من خادم الحسين الحبيب مولى محمد جلاوي، الله يحفظه ويعافيه، وإن شاء الله تكون دائما على قدر المسؤولية لحمل رسالة هاي المدينة والتراث في هذه المدينة. الله حسن العافية، وأنت نعمة من يحمل هاي الراية في هذه المدينة، الله يحفظك إن شاء الله. الله أحبانا وأعزائنا المشاهدين، في ختام الحلقة وفي ختام البرنامج لهذه الليالي الثلاثة، أول أقول إن شاء الله كنا خفيفين ظل عليكم وكنا مساهمين في ابتسامتكم وفرحتكم. أقدم شكر جزيل للأخوة الأعزاء في إدارة فضائية الإمام الحسين عليه السلام على هذه الثقة اللي منحوني إياها. ما أقول بتشونة يجنن هذا أبو زينب الغالي، يجنن على الثقة اللي يمنحوها إلي أنه ثلاث ليالي على ساعتين. شكرا جزيلا، إن شاء الله نكون دائما عد حسن. الله يحفظك إن شاء الله، دائما عد حسن ظنكم يا أحبان الإدارة. شكرا للقائمين إخراجا وصوتا وتصويرا، الله يحفظهم وإن شاء الله الحسين يجازيهم. شكرا خالنا سيد بهاء. أي سيد بهاء قلت من الإدارة بعد، هذا خال محمد جلاوي. وشكر وتقدير لكم أحبانا وأعزائنا المشاهدين اللي متواصلين ويانا، إن شاء الله نكون دائما فرد بشكل من الأشكال نقرب ونربط بين الناس وبين مولانا سيد الشهداء وأخيه قمر العشيرة. نشوفكم بخير وسلامة وعافية، نلتقي وياكم قريبا. أنا عبد الرحمن النصير أقولكم في أمان الله.